طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قبل ما نبدأ المهارة الأخيرة اليوم، اللي نتمنى إن شاء الله إنها تكون مفيدة للجميع، ونزيح كثير من الجدل حولها، ودي أسمع منكم إذا عندكم أسئلة أو عندكم تجارب معينة حابين تشاركونا بيها، حابين تستفسروا، جربنا المهارة الفلانية، طلعت لنا بعض التحديات أو أي شيء. نسمع منكم كده دقيقتين إذا في أسئلة. ما في أسئلة. طيب، حندخل في المهارة الجديدة إن شاء الله، وربما يعني إثارة المعلومات تثير الذكريات، ها، وبعدين تطلع الأسئلة. فأهلا بكم. اليوم حنتكلم عن مهارة استراحة الهدوء، استراحة قصيرة لتهدأ. إيش معنى استراحة قصيرة لتهدأ؟ لما يصير في موقف معقد والمسألة قاعدة تتطور وتتصاعد، لازم نوقف. هذا كده ببساطة، لازم نوقف. وهذا الشيء نحن نستخدمه في حياتنا العامة. يعني أنا بشد مع زميلي بتكلم معه، واختلفنا على نقطة معينة، اختلاف وجهة نظر، ليس بالضرورة أحد فينا صح أو الثاني خطأ، لكن الموضوع قاعد يقول إلى منطقة سوداء، فلا بد أني أوقف. أقول له سمحت خلنا نوقف الحوار الآن، يبدو أننا ما احنا متوافقين، فنأخذ فرصة نعيد التفكير، نعيد نفسنا كذا إلى آخره. والله أنا قاعد أفكر في مشكلة معينة ماني قادر أحلها، فأوقفها شوية الآن، أخذ بريك، أروح أفصل تماما، أمارس أي حاجة معينة، وبعدين أرتب أفكاري من جديد، بعدين أرجع تاني أفكر في المشكلة. قاعد أذاكر، تعبت من المذاكرة وعندي اختبار وماني قادر أركز، ماني قادر أجمع معلومات، لازم أخذ بريك. نفس الفكرة هذه. طيب، لكن هنا بشكل مختلف شوية، لأنه هنا نحن نتكلم عن مستوين مختلفين من السلطة، سلطة أبوية وسلطة ولا سلطة. طيب، أو أحيانا في تمرد على السلطة، أو أحيانا في مقاومة على مستوى السلطة. طيب، فنبدأ نقول كما أن تطور مهارات النمو لدى الطفل في المهارات العاطفية والاجتماعية مهم جدا، ويتطور بشكل سليم من خلال الانتباه الإيجابي من الوالدين والعطف والحنان. كذلك من المهم جدا إدراج بعض العقوبات للطفل لتحمل المسؤولية نتيجة التصرفات السلبية ووضع الحدود. هذا جزء من نمو الطفل، أنه يعرف إذا سوى شيء يتحمل مسؤولية. وأثبتت الدراسات أن العقوبات الجسدية، الانتقام الهدام المستمر، غير مجدية تماما. الانتقام الهدام، المشكلة لما تعاقب طفلك تعاقبه كأنك قاعد تنتقم، وليس يعني ما ليس هناك توافق بين العقوبة وبين السلوك المرتكب. طيب، وهنشوف بالضبط إيش كيف حتثير هذه المشكلة، ولكنها تحقق مكاسب للطفل من جذب انتباه الوالدين زي ما ذكرنا مسبقا. قاعد يسوي سلوكيات عشان يجذب الانتباه، وتعلمه وتعزز لديه بعض السلوكيات السلبية كالصراخ والسب والشتام والانتقاد والجدال، حيث أنه أول ما يتم تطبيقه فعلياً على الوالدين أنفسهم. لما الوالدين يبدأوا يستخدموا هذا الأسلوب، فالطفل راح يتعلم منهم مباشرة ويرجع يرد لهم الحاجة اللي هو تعلمهم منهم. زي الضرب واللطم، دائماً يؤدي إلى إيقاف سريع للسلوك الآن، لكن هذا يبدو نجاح في بعض لدى البعض، لكن له عوائد وخيمة. تعلم الطفل العنف، الاستجابة بالعنف على كل سلوك سلبي يواجهه، حتى بعض السلوكيات اللي تكون مع الأطفال، فهو ما يستطيع أن يميز السلوك السلبي في سن مبكر. يعني إذا أنا بدأت أستخدم العنف مع الطفل من صغره، وهو لسه ما هو قادر يميز السلوك الصح من الخطأ، السلبي من الإيجابي، فبالتالي راح يتعلم أنه لازم تستخدم العنف في كل حاجة، وسيعتبر كل سلوك يخالف رأيه سلوك سلبي، لأنه ما جاء على رأيه،
هو أصلاً لسه ما يعرف يميز، فأنا لما أبدأ معاه بهذا الشكل قاعد أعزز فيه هذه الأشياء، فبالتالي راح يستخدم العنف دائماً. والأسوأ إنه يفقد الآباء يفقد الآباء التحكم في أعصابهم أثناء العقاب الجسدي، هذا أسوأ ما يكون، ويصبح تشفياً وانتقاماً بدل من أن يكون وسيلة للتأديب، وذلك يبث الرعب في قلب الطفل ويؤثر عليه نفسياً ويسبب للآباء الشعور بالندم. خلينا أذكر لكم قصة حصلت قبل على ما أذكر أكثر من 20 سنة. الأب راح الدوام، الأبناء في البيت وكان فيهم واحد حرك شوية، أخذ سكينة وراح على الكنب وقاعد يخرق الكنب. الأم صاحت وزعقت، ولا ما هو داري عن هذا، يمكن هذا الكلام حتى قبل عصر الجوالات يعني. فجاء الأب من الدوام فتح الباب، إلا هذه الزوجة أو الأم قدامه تصيح: شوف ابنك فعل تارك لا لا لا، عدم الكنب وشكشك وخرج. طبعا الأب مباشرة أخذ ردة فعل عنيفة تجاه هذا الأمر، يعني كان الاستقبال مرة سيء، فمسك الولد وطاح فيه ضرب. وبعدين انتقل الموضوع انتقل إلى ما هو أسوأ من ذلك، فصار الأب جاي متعب مع مشحون شعور سلبية مع غضب، ربط الولد بيدين ورجلين في المغسلة ودخل ينام. الآن الموقف صار رهيب جدا، كل البيت صامت رعب، حتى الأم نفسها اللي هي كانت الشرارة ما عرفت تتكلم، ولا هي قادرة تراجع الأب هذا في اللي سواه. دخل ينام، بعد مرور ساعتين في العصرية صحي من النوم، الولد مربوط بيدينه ورجلينه، الربط كان شديد جدا، اليدين والرجلين زرقت وخضرت وصفرت واغمي على الولد، وحتى الأم ما هي قادرة تصحي هذا الأب من النوم. صحي شاف الولد مغمى عليه: ايش هذا بكيفك؟ شالوه على المستشفى. الدكتور في المستشفى قال هذه خلاص ما عاد لها اي قيمة، لابد ان تبتر والا سيموت فبترت. الولد مغمى عليه ما يدري، عمليات وتخدير وصحي من بعد كم يوم من التخدير وكذا شاف ما عنده يدين ولا رجلين، فصار يقول أنا يعني فين يدي ورجولي، فين راحت؟ فلما شاف أبوه صار يقول له: بابا رجع لي يدين ورجليني، ما عاد أقطع الكنب، فيعني تخيلوا هذا الموقف. والأب إيش يحس الآن؟ الأم إيش تحس؟ الأخوان، العائلة كلها، إيش الموقف الرهيب هذا اللي هم عايشين فيه؟ عشان كنب؟ لا، المسألة ما هي عشان كنب، الكنب يروح ويجي غيره، والحمد لله نحن يعني في نعمة، 5000 10000 تروح فدا. لو الحين تسأل هذا الأب يقول لك 100000 فدا، لكن الموضوع خرج عن السيطرة وصار تشفي وانتقام، غضب ما هو قادر يسيطر على نفسه، وصار يعني نزل هذه المشاعر كلها في الولد المسكين، وكانت هذه النهاية الوخيمة. فلما نعاقب أطفالنا ما نعاقبهم بناء على شعورنا، لا، عاقب طفلك بناء على السلوك، عشان الطفل يفهم أن السلوك السلبي هو مقابل العقاب، وعشان يعرف أني أنا أعاقب بسبب السلوك وليس عشان أمي وأبوي زعلانين وغضبانين وغير راضيين، لأني أنا كطفل ما أعرف أنت يا أبي ويا أمي متى ترضوا ومتى تزعلوا، ما أعرف، أنا ما أقدر أقرأ شعوركم إلا إذا سويت ردة فعل. طب هل كل طفل قادر أنه يفهم شعور الآباء والأمهات؟
الجواب لا، وهذول أبناءنا، فنحن نعلمهم كيف الشعور، نحن المفروض إننا نعلمهم كيف يدركوا مشاعرهم. أخذنا في الجلسة الأولى كيف تعلم الطفل المشاعر الحقيقية، يعني أنت تقول له أنت مبسوط الآن، أنت كذا، عشان تربط له الكلمات بالمشاعر. طيب إذا نحن كنا عندنا مشكلة في مشاعرنا، ما حنقدر نعلمهم كيف يدركون مشاعرهم. فالفكرة إننا متى ما خرج الموضوع عن يعني عن إطار التربية ووصل إلى إطار تشفي وانتقام، راح تنخرب كل الموازين وما عاد في حتى سلوك العقاب الآن صار خارج عن إطار التربية المطلوبة. لأنه هل حيمتنع الإبن عن السلوك؟ طب هو حيمتنع حتى بأقل ردات الفعل، ولكن ما هي العواقب التي ستنتج عن ذلك؟ فأنا كأب راح أندم، ولما أندم ألوم نفسي، ما أنام، بعدين أعوض هذا الشيء، أبالغ في شراء هدايا، طيب أسمح له إنه يسوي سلوكيات سلبية، وهذا مو صحيح. فمعنى إنه المشكلة بدل ما نخمدها صارت تتفاقم. طيب، فلذلك استخدام العقاب الجسدي عندما يغضب الوالدين، لا عندما يبدأ الطفل في سلوك سلبي، يولد الحيرة لدى الطفل، لأنه لا يستطيع معرفة سبب العقاب، هل هو بسبب السلوك ولا بسبب الغضب. لما أكون مبسوط وأعطي ابني 100 ريال، وبعدين بكرة ابني يسوي حاجة كويسة وأعطيه 100 ريال، طب هل 100 ريال هذه بسبب أني أنا مبسوط ولا بسبب السلوك الكويس؟ الابن ما يعرف، ما يستطيع أن يفرق هذا. طيب، معاقبة الطفل جسديا دون تبيين الخطأ له تجعله يشعر بأن ذلك العقاب محى كل الأخطاء السابقة. لما نتعاقب خلاص انتهى، اللي راح راح، فأنا عندي مساحة من الوقت كده أني أبدأ أسوي سلوكيات أخرى إلين ما أتعاقب مرة ثانية. هذه الفكرة اللي تنشأ لدى الطفل عند ارتكاب سلوك سلبي أو عند معاقبته من سلوك سلبي. يعني هو ما راح يندم بعد كده، خلاص أنا تعاقبت واحدة بواحدة انتهى. طيب، ويتوقف عن السلوك الحالي اللي تعاقب عليه وينتقل لسلوك آخر، ويتعلم الكذب والخداع مستقبلا. ليش؟ عشان يتفادى العقاب، صح؟ فيبدأ يلف ويدور، ولا مو أنا، ويرمي على أخوه ويرمي على أخته، يعني أنواع الأفكار التي إن شاء الله الأطفال. ما فهمتي هذه الفقرة؟ طيب، لما أنا أعاقب ابني بدون ما أبين له سبب العقاب، طيب هو سوى سلوك وتعاقب عليه، الآن الفكرة اللي في راسه أني أنا تعاقبت عشان سويت هذا السلوك، معناها خلاص انتهى، فأنا عندي فرصة أني أسوي سلوك تاني إلين ما أتعاقب عليه مرة تانية. سلوك جديد، يعني سلوك خاطئ جديد، سلوك سلبي جديد. طيب، فأنت لما تيجي بكرة تقولي له أنا مو أمس قلت لك، طب خلاص أمس راح انتهى، اليوم يوم جديد، حتى لو عاد نفس الخطأ يقول حق أمس راح، حق قبل أسبوع راح انتهى، خلاص أنا تعاقبت عليه، فالآن سلوك جديد، فمعناه أنا عندي فرصة إني أسوي سلوك تاني وتالت إلين ما أتعاقب مرة تانية. فالعقاب الجسدي بدون تبيين هذا يؤدي إلى أنه الطفل في راسه خلاص أنا سويت هذا العقاب، سويت هذا السلوك، تعاقبت عليه، خلاص انتهى، الآن عندي فرصة إني أسوي سلوك تاني وتالت إلين يجي العقاب الثاني اللي يمسح كل السلوكيات السابقة، فيصير واحدة بواحدة. فلذلك الطفل عمره ما راح يشعر بالندم إنه ارتكب خطأ أو سوى شعور سلبي، ما راح يفكر في الموضوع. طيب، وفي نفس الوقت لما يتوقف عن هذا السلوك السلبي راح ينتقل لسلوك آخر، فمعناها الأب حيحاول يعاقبه مرة ثانية، وبالتالي هو عشان يتفادى العقاب راح يكذب، راح يلف ويدور، يرمي التهمة على غيره وما إلى ذلك. وكلما زاد العقاب قسوة سواء كان جسديا أو لفظيا، كلما زاد الطفل عناد وكره للوالدين، وزاد في السلوكيات السلبية التي تستفز الوالدين أكثر وأكثر. فنحن كوالدين لازم نوازن الموضوع. طيب، في سلوكيات
لا تستدعي كل ردة الفعل الكبيرة هذه. وفي سلوكيات وإن كانت كبيرة لكن نحن لازم نضبط نفسنا عشان لا نقع زي ما وقع الأب اللي تسبب في بتر أطراف ابنه. فالمسألة لابد أنها تصير بميزان، والميزان هذا لابد يكون حاضر في أذهاننا 24 ساعة في 24 ساعة. طالما جبت أبناء أنت المسؤول عن هؤلاء الأبناء، ومسؤوليتك لا تنتهي إلا بأن أخذ الله يأخذ واحد فيكم أمانة. يعني حتى الكبار إلى الآن ما زالوا يعني يرتكنون على آبائهم وأمهاتهم في أشياء كثيرة، وهذا واقعنا. طيب، فالمطلوب من الوالدين إيضاح السلوك السلبي للطفل في إطار تربوي أخلاقي مقبول، وإيضاح التوقعات البديلة منه في المستقبل. يعني أنت سويت هذا السلوك السلبي سيء هيؤدي للعقاب، لكن الأولى أنك تسوي السلوك الإيجابي الفلاني عشان يصير استبدال، عشان نلفت انتباهه للسلوك الإيجابي أكثر من السلوك السلبي. وهناك طرق مثل التجاهل، تحمل العقبات، الحرمان من الامتيازات، تعلم حل المشكلات تكون حلا ناجعا للعديد من المشكلات، كلها ما نضطر فيها أننا نستخدم العقاب الجسدي. طيب، وهناك أيضا مشكلات كبيرة لابد فيها من استخدام وسائل أخرى مثل اللي اليوم هنتكلم عنه، وهو استراحة العقاب. استراحة العقاب، استراحة العقاب نافعة للطفل الذي يصدر منه سلوك تخريبي وعناد وعنف وجدال مع الكبار، وهذا يكون إذا عصى الطفل أكثر من 75% من الأوامر أو تعليمات الوالدين. 75%، يعني نحن قلنا 17 أمر في 30 دقيقة. هل فيكم أحد جرب كم أمر في 30 دقيقة؟ حاولتي ما قدرتي؟ أكثر من 17؟ أكثر من 17. هذا في الصباح. طيب، في أحد جرب؟ ما في أحد. أكثر من 17. طيب خلينا نقول 20. خلينا نقول 20 في نص ساعة، إذن 40 في ساعة. 75% من 40 كم؟ يعني احنا نتكلم عن 30 أمر. يعني 30 أمر برا. طبعا هذا في حالة كثرة الأوامر، لأنه متوقع أنه ما راح يستجيب. لكن لو قلنا أوامر معتدلة من 3 إلى 5 في النص الساعة، 10 أوامر، يعني 7 من 10، 7.5 من 10، هذه 75% في ساعة. أنا ممكن أستخدم كورس العقاب وقتها. واضح؟ في نقطة دكتور بالنسبة للأوامر، أنا حسبت حتى الأمر اللي أعيده أكثر من مرة. أوكي، ما زال أمر حتى لو عدتي أكثر من مرة، ما زال أمر. طيب، هي اسمها بالإنجليزي تايم أوت. تايم أوت بالعربي وقت مستقطع، ما لها مكان في اللغة العربية، لذلك لازم نغير الاسم نجيب اسم مناسب. وتعني إبعاد الطفل عن كل الامتيازات، وأهمها انتباه الوالدين والهدايا والمعاملات من الوالدين لمدة قصيرة لحين أن يهدأ. نديه فرصة أنه يروق، يهدأ شوية، يعيد، أو نحن نساعده أنه يعيد تفكيره بشكل أفضل. طيب، لذلك أنا بدي أغير اسمها وبسميها استراحة الهدوء. استراحة الهدوء، لو لاحظتوا أنا شلت كلمة العقاب وغيرتها إلى هدوء، أو سموها ما شئتم، كل واحد سميها على كيفه. أهم شيء أننا نعرف فكرتها. نحن قلنا في البداية أننا نحتاج وقت كده عشان نعيد ترتيب أفكارنا من البداية. طيب، تعطي هذه الاستراحة فرصة لتجنب العنف أثناء الخلاف، وتؤدي إلى إيقاف الخلاف والإحباط الحاصل من الوالدين تجاه سلوكيات الطفل، وتعطي فرصة للهدوء والاسترخاء للطفل وللوالدين، الاثنين مع بعض ارتاح شوية، يأخذوا بريك. وتحفظ الاحترام والثقة في العلاقة بين الوالدين والطفل، حيث يشعر الطفل بالثقة في الوالدين أثناء وقوع مشكلة أو عندما يرتكب خطأ. لو وثق ابنك فيك، لو وقعت له مشكلة هيجي يقول لك صارت لي مشكلة، وهو ما يخاف من العقاب لأنه يعرف أنك أنت متزن في تقييم المواقف. يعني لو نرجع للأب هذا اللي قابلته زوجته وصرخت عليه وبعدين مسك الابن وضربه،
لو ما أخذ ردة الفعل السريعة هذه وقال اصبر شوية أهدي خلينا نشوف نفهم إيش اللي حصل، وجاب الابن ليش سويت كذا، فاهم معاه وهدى الأم من هنا، والأبناء الآخرين جنبهم عشان لا يزيدوا في التوتر. طيب، أو هو قال أنت استني شوية لين أهدى، وراح غسل وجهه وغير ملابسه وهدي وكذا، وبعدين جاء بسهولة ببساطة كذا بدأ يدرس الموضوع، هل تتوقع أنه حتوصل ردة الفعل اللي وصلت له؟ الابن قاعد يقول له رد لي يدي ورجلي خلاص ما عاد أقطع كنب. قاسية جدا، لكنها لحظة انفجار وغضب. طيب، فهنا الطفل يثق في أمه وأبوه، لما تصير مشكلة يجي يحكي يقول صارت مشكلة. ليش؟ لأنه التمس منهم العقلانية والعدل أو الاعتدال في حل المشكلات. لكن لو على كل مشكلة صار في عقاب وكل سلوك صار في ضرب وكذا، خلاص ما عاد أجي أتكلم، أحل مشكلتي بنفسي وكيفي، خلاص اللي يصير يصير. وكثير من الأبناء ما يروح يعني يعترف للآباء أو يشاركهم هذه الأشياء عشان خايف من ردة فعلهم، فيغلط غلط ثاني، والغلط الثاني أكبر من الأولاني. صح؟ أحسنتي. بينما لو أعطوا الأمان، قول إيش صار ما نسوي لك شيء، ما راح نعاقبك، نحن ما راح نعاقبك، بس هذا لا يعني أنك ما راح تتحمل المسؤولية، بس نفهم أول شيء ما راح نعاقبك، خلاص ما راح نسوي لك شيء، بس أتكلم، لما نتكلم أقل شيء نعلم السلوك الصحيح في المرة القادمة، هذا أقل شيء، وإن كان اللي سوى خطأ كبير مثلا، لكن عشان صراحتك وصدقك معانا نحن راح نسامحك المرة هذه. تخيلوا شعور الطفل، ايوه يحس بالمسؤوليه ويحس بايش؟ ثقه والامان. الامان اهم شيء، الامان. نحن تكلمنا عن الامان الجلسه الماضيه يمكن 5 دقائق، نحن نتكلم عن الامان. لا يفقد الطفل شعور الامان بينك وبينه ابدا. انتبه لهذا ايها الاب، انتبهي لهذا ايتها الام. شعور الامان اهم شعور بينكم، لازم ما يروح، ولا تسمحوا لحاجة أن تأثر على هذا الشعور. طيب، هذه الاستراحة تعطي الطفل فرصة للتفكير فيما فعل والتفكير في الحلول، وتعزز الشعور بالمسؤولية وإحياء الضمير، وتعلمه كيف يأخذ لنفسه قسطة من الراحة بعيدا عن الضوضاء حتى لما هو يتعب. أنا أحتاج أرتاح، طيب أوكي روح أرتاح، بس هذه ما حتجي في يوم وليلة، مرة على مرة على مرة على مرة، إلين هو الطفل يعرف لما يصير متوتر، أنت الآن متوتر أهدى، أنت ما راح تعرف تفكر بشكل جيد، روح ارتاح. فهو يروح يرتاح بعد مرتين وثلاثة لما يشوف فائدة الراحة هذه حقته، حتى هو لما تصير له مشكلة يقول أنا أحتاج أني ارتاح عشان أعرف أحل المشكلة بشكل جيد. طيب، فيتعلم ضبط النفس ومعالجة الغضب وتعلم الهدوء والاسترخاء، وبعدين أنت تقدر تسميها ما شئت، سميها كرسي الهدوء، كرسي الانضباط، ركن الاعتدال، كرسي التأدب، الالتزام، تعقل، العقلانية، الركود، اختار كلمة انت تستخدمها دائما في البيت وسميها. طيب، الآن حنعرف بعض الاستراتيجيات لتنفيذ هذا الأمر. طيب، أولا مكان استراحة الهدوء، أو مكان كرسي العقاب، لا، مكان كرسي الهدوء، كرسي التفكير. المكان ينبغي ينبغي أن تكون المدة قصيرة، دقيقة واحدة عن كل سنة، وينبغي للوالدين أن يقرر متى تبدأ المدة ومتى تنتهي. تايمر، الساعة الرملية هذه اللي تقلبها، اللي يكون. إذا ابنك يفهم الوقت قولي له 5 دقائق، أنت 5 سنوات 5 دقائق، 6 سنوات 6 دقائق، 7 سنوات 7 دقائق. في حال دخل الطفل أثناء التايم أوت، دخل في نوبة بكاء، مجرد ما يبدأ نوبة البكاء إحنا ما نبدأ الوقت إلا لما يهدأ، هنا نبدأ نحتسب. طيب، معلش أنا فهمت شوي بالبداية، أصلاً متى نسميها وقت الزن يعني أو وقت الغلط؟ ينفع أخليها وقت الزن؟ حنيجي لهذا. يعني مثلا روحي للاستراحة فكري اصلا الكلام اللي تقولينه صح ولا غلط. طيب،
نحن نستخدمها في السلوكيات هنا مشكلات كبيرة مثل عناد، تخريب، عنف، جدال أو عصيان للأوامر أكثر من 75% من الأوامر. طيب هل الزن يعتبر عناد؟ سلوك تخريبي؟ يعتبر عنف؟ جدال مع الكبار؟ ربما. أوكي أوكي، بس أنت لازم من التقنيات أنك تقولي للطفل أنه هذا اللي أنت تسويه اسمه زن، وهذا الزن مزعج جدا، فلا بد أنك توقف هذا السلوك وتستبدله بالسلوك الآخر. طيب بعدين نقول له أنه هذا السلوك يستوجب عقاب أو هدوء، استراحة الهدوء أو كرسي العقاب أو كرسي الهدوء. طيب فالمكان والإعداد ينبغي أن تكون قصيرة، دقيقة عن كل سنة. يقرر الوالدين متى تبدأ ومتى تنتهي، ويوضع الكرسي في ركن خال من الغرفة أو في الممر، بعيدا عن العائلة، بعيدا عن التلفاز، بعيدا عن التلفاز، بعيدا عن التلفاز. ها مهم جدا، ها وتحطوه وقعد تفرج ولا صار شيء، أو يكون في مكان ما أقدر أشوفه بعيد مرة، لا في ممر كده بعيد منزوي بحيث أنه يجلس ما في شيء يشتته، وفي نفس الوقت ما يغيب عن عيننا ولا نحن نغيب عن عينه، ونطلق عليه اسم زي ما اتفقنا، سموه ما شئتم، لكن فكرته هي المطلوب وليس الاسم. إذا كان كرسي الهدوء يتقبلوا الأبناء خلاص نسميه كرسي الهدوء. أنت الآن يا سامية منفعلة وتحتاج أنك تهدي، روحي كرسي الهدوء. إيش حتسوي؟ ما حتروح. فنحن حنتعلم كيف نخليها تروح. إيش أقصى عمر يستخدم؟ سؤال جيد. إيش أقصى عمر يمكن أن نستخدم فيه كرسي الهدوء؟ أحس لو يعني استخدم فترة طويلة يصير الطفل يعرف أصلاً هو أنه لازم يهدأ. في عمر أكبر. طيب يعني أقصى عمر نقدر نستخدمه كم؟ 9 سنين. 12 سنة. 7 سنوات. 7 9 12 معناها أقل. معناها أقل من 7 مضمون خلاص. طب الآن نوقف عند 7 ولا نوقف عند 9 ولا نوقف عند 12؟ طيب ها مدري. ومن قال لا أدري فقد أفتى. ها نعم ايوه، هو يعتبر طفل الى 18 سنه. الى 12 سنه تقريبا اكتملت اكثر الصفات. ممتاز. انا اشوف ما في اجابه صريحه لهذا السؤال انه متى اوقف، متى ما وجدت من ابني الاستيعاب والفهم، وخصوصا اني لو بدات هذا السلوك هذه التقنيه في سن مبكره، مع الوقت راح تختفي السلوكيات اللي أنا ما أبغاها إلا إذا ظهرت سلوكيات جديدة. فبالتالي أنا لما أعلم الطفل شوف هذا السلوك السلبي الجديد اللي ظهر الآن نحن لازم نبدله بالسلوك هذا، نلفت انتباهه للسلوك الإيجابي. فإذا ما التفت فنحتاج الكرسي، هو عنده خبرة يعرف ما هو الكرسي، وإذا كان ما يحب جلسة الكرسي فراح ينتبه هنا أفضل. طيب تجربتي الشخصية استخدمته إلى عمر 6 سنوات أو 7 سنوات، وبعدين خلاص ما عاد استخدمته مرة تانية، لأنه ابني صار واعي وفاهم، ما عاد أحتاج إني أستخدمه. بل أنا ما استخدمته يمكن يعني من عمر 2 إلى أو عمر 3 سنوات، لما بدأت أستخدمه من 3 سنوات إلى 7 سنوات، مرات عديدة اللي استخدمته، ويعني مرات قليلة عفوا وليست عديدة، قليلة اللي استخدمته. بعدين صرت أستخدم أسلوب التشجيع والجدول، هذا ينفع أكثر، يعطي نتيجة أفضل من نتيجة الكرسي. طيب فأنا دائما ألفت انتباهه للسلوك الإيجابي أكثر من السلوك السلبي، وبالجدول بالعلامات بالوجيه الباسمة كذا وجميع النقاط وصلت إلى ما أريد. وعادة الأطفال لما تبدأ عندهم إدراك أهمية البريك اللي يأخذونه،
راح توقفين معه في عمر بدري جدا. يعني ممكن في أطفال اللي بدينا معهم من عمر 3 سنوات على عمر 4 سنوات لما يحسون أنهم متضايقين أو على وشك أنهم يسوون سلوك غير مرغوب من الأم، هم راح يقولون إحنا محتاجين بريك. ففي أطفال ممكن حتى بعمر 4 سنوات يطلبون هم البريك وأنهم يجلسون على جنب لوحدهم أو يأخذون استراحة من الشيء اللي هم حاليا منغمسين فيه. فما في عمر معين تقدرين توقفين عنده، في عمر يفهم فيه الطفل. إذا كان التايم أوت فعال فعلا راح يعرف أهمية البريك وكيف هذا البريك يساعد أنه هو يهدى وما ينغمر بسلوكيات غير مرغوبة. نعم، سؤال تفضلي. هل هذا ينطبق، أبعيد سؤالك عشان الصوت، هل هذا ينطبق على أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ لأنهم هم ما عندهم انتباه وتركيز على الأفعال والسلوكيات، فبالتالي أخطائهم أو وقوعهم في الأخطاء يصير بشكل أكبر. هذا سؤالك. ممكن في نفس اللحظة ما يصير واعين إنهم يحتاجون يفصلون. ممتاز ممتاز ممتاز. إذن أعود وأقول هذا السلوك أو هذه التقنية تنفع لأطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه ولغيرهم. أهم شيء تطبق بشكل صحيح، هذه واحدة. وبعدين هذه تقنية واحدة من التقنيات، نحن إلى الآن ماخذين 5 تقنيات وأخذناها بتفاصيلها بمشاكلها بعقباتها بكيفيات تطبيقها إلى أفضل مستوى. طيب إذا كان هذه التقنية ما راح تجيب نتيجة مع ابنك، خلاص عندك تقنيات أخرى استخدميها، بغض النظر عن التشخيص، بغض النظر عن أي شيء آخر. أنا أقول وببساطة لما أتعامل مع ابني أنسى التشخيص، التشخيص هذا للطبيب، بس أنا لما أتعامل معه إيش التقنية المناسبة لابني أتعامل معه فيها. ما راح أحط في بالي أنه ابني مريض، طيب أنا أدور الأنسب له. إذا حطيت في بالي أنه هو مريض أو مو مريض ولكن نقول مشخص، فهذا يساعدني في فهم بعض السلوكيات اللي قاعد أصدرها. وبعدين خلاص أتركه، يعني خلاص أنا فاهم أنه هو مشتت وقاعد ينتقل، خلاص يعني أسيبه؟ لا، لابد أبحث عن الأسلوب المناسب له. طيب فإذا كان ابني يستحق أو الأسلوب المناسب له هو هذه التقنية، تقنية كرسي الهدوء أو الاستراحة، أستخدمها معه. إذا كان التشجيع أستخدمه معه، إذا كان المكافآت والحوافز أستخدمه معه، إذا كان المدح والحضن والتصفيق والترتيب وإنت كويس أستخدمها معه. كل طفل له أسلوب مختلف، ليس بالضرورة أن هذه أنا أطبقها على كل الأطفال أو غيرها. هي مهارات أنا لازم أتعلمها كوالد كأب كأم، لابد أني أتعلمها عشان أشوف طفلي إيش اللي ينفع معه أستخدم معه. طيب كذلك اختيار السلوك نفسه، كيف أنا أختار السلوك؟ يعني في سلوكيات ينفع أستعمل معها تايم أوت، في سلوكيات لا. يعني أنا ممكن أقول الطفل يقع في أخطاء كثيرة بسبب التشخيص، لكن في أخطاء مقبول أني أنا أتجاوز عنها في الوقت الحالي، لأني ما راح أقدر على كل سلوك يسويه الطفل أعاقب عليه. نعم. حتى الطفل نفسه صعب أنه أنا كأم على كل سلوك يسويه طول اليوم راح أقول له هذا غلط هذا صح هذا غلط هذا صح. هذا الشيء حتى يكون توتر بين الأم والطفل. لكن في سلوكيات صعب أني أنا أقبلها، مثلا إحنا جالسين نتفرج تلفزيون قام وضرب أخوه فجأة، هل أنا أقول هو عشانه ADHD ما راح أتصرف؟ هل هذا السلوك مبرر عشان هو ADHD؟ لا طبعا. فأنا ممكن في هذه الأثناء أخذه راح نروح على التايم أوت، ليش؟ لأنه هو ضرب أخوه. لكن ضروري جدا وقت ما أنا أحط بالتايم أوت أعطيه السلوك البديل. هنا هذه المشكلة شوي بالتايم أوت، هل أنا علمته السلوك البديل أو لا؟ نحن هنجي لتفاصيل هذه النقطة، لكن الفكرة إنه طبعا نحن على مدى 5 أسابيع تعلمنا كثير من المهارات. طيب فأنا لازم أطبقها كلها مع بعض، يعني إن شاء الله الحلقات مسجلة وستعرض أو ستنزل في موقع الجمعية في مكان ما، راح نخبركم متى ما انتهى المونتاج حقها. لكن تذكر أني مثلا
زي ما ذكرت أستاذة إسراء إني ما راح على كل سلوك، بس نحن قلنا قبل كده ساعتين في اليوم واللعب نص ساعة في اليوم، ففي هذا الوقت أقدر أعطي تعليمات تكفي لـ 24 ساعة. الجدول ساعتين يكفي لـ 24 ساعة، أحيانا يكفي لـ 72 ساعة، أحيانا يكفي الأسبوع كامل. بمجرد ما تحط السلوك في جدول ويصير الطفل يناظره ويشوفه انتهت المشكلة. لو دي ابنك ADHD، الآن الـ ADHD كثير منهم مرئي إيش؟ بصريين، ما أدري شو يسمونهم هذول. إذا شاف الشيء قدامه خلاص يتذكر. فبالتالي حطينا جدول شافه خلاص انتهت المشكلة بالنسبة لي تماما، ما أحتاج أستخدم كرسي. طيب، فهذه التقنيات إذا تعلمناها ككل واستخدمنا منها المناسب، ليس بالضرورة كل تقنية تنفع لطفل معين، لذلك نحن نوعنا. طيب، يمكن استخدام غرفة مستقلة إذا ما في مكان، مثل غرفة الاستقبال. إذا كان الكرسي بالنسبة للطفل يسبب رعب، مر ما هو راضي يجلس، طب أوكي روح الغرفة هذه. وبعدين ما يحتاج إني أنا استخدمها كده مسألة شد وجذب ما بينه وبين الطفل وتحدي قوة، لا، أو صراع قوة، وإنما كده بهدوء، ما تبي تسحب الكرسي روح الغرفة. طيب، ما نستخدم الحمام أكرمكم الله وغرفة النوم لاحتوائي على أشياء غير آمنة أو ألعاب في غرفته الشخصية، تحطه في غرفة شخصية تايم أوت، هو حيلعب حينسى الموضوع أصلا. طيب، ونستخدمه لسلوك واحد فقط في كل مرة، نفس الأمر اللي تكلمنا عليه في المدح، في الانتباه، في التجاهل، وفي وضع الحدود، سلوك واحد فقط في كل مرة، سلوك واحد. طيب، خلينا نتجاوز اثنين يلا. طيب، إذا استمر السلوك لمدة أكثر من 6 أسابيع مع استخدام الفترة القصيرة والاستراحة فمعناها في مشكلة. هل ابني فعلا مستوعب الموضوع هذا ولا في مشكلة أخرى لابد أني أنا أبحث و يعني أحلها؟ الغرض من الكرسي هو تجنب الجلوس عليه بالتوقف عن السلوك، لما نحس أنه هناك جالس لحاله ونحن هنا عايشين حياتنا وبنلعب، راح يعني راح ينقهر أنه ما هو مشاركنا هذه اللحظات الجميلة، فراح يتوقف عن السلوك حتى لو كانت فترة قصيرة 5 دقائق. حدد السلوك الذي يستحق الجلوس على الكرسي. ينبغي أن يكون السلوك بالغ في السلبية، مثل ضرب الوالدين، ضرب الآخرين، التعنت، المجادلة الشديدة وما في مثلها، أو الزن زي ما حضرتك تفضلتي. طيب، الأخذ في الاعتبار أن بعض السلوكيات تبدو عدوانية ومع أنها ليست كذلك، زي ما تكلمنا عن عدد الأوامر. إذا كان هو يتلقى 40 فبالتالي مستحيل أنه حيطيعها كلها، فالأم أو الأب يقول أنت معاند، بينما في الحقيقة لا، مو معاند، هذا الطبيعي أنه يعصي ثلث الأوامر، هذا شيء طبيعي. طيب، أوكي. فلا يعتبر ذلك عنادا، إذا كان ثلث الأوامر ما تنفذت ما هو عناد. السلوكيات التي يكون فيها خطورة على الطفل وعلى الآخرين، مثل عناد، العصيان المستمر للوالدين، يجب أن يستخدم فيها كرسي الهدوء. تذكر أنه يجب أن يكون الهرم الأسري مستقراً ومنتظماً، لأنه من السهل جداً نشوء صدامات، فلازم أن أحافظ على مستواي في قمة الهرم، أحافظ على مكاني في كابينة القيادة، ما يجي يزاحمني عشان يفرض رأيه علي. طيب، مدة الجلوس دقيقة عن كل سنة، وهذا يعني أن المرة الأولى التي يستخدم فيها الكرسي استغرق الأمر 30 دقيقة من الصياح والمقاومة. توقع هذا، ما بأجلس تجلس، ما أجلس مدري إيه، شوف نحن قررنا، قلنا لك قبل كده السلوك يا مدري إيش، شرحنا وديناك السلوك البديل، ما استفدت، ما سمعت، الآن لازم تجلس إلى 30 دقيقة، أعتبرها هي 30 دقيقة حقت اللعب وأطلق اللعب ذاك اليوم. ولكن ينفع يعني وقت رواء مو وقت يعني زي كذا، نفهمهم على الفكرة بحيث لو صار ترى هذه اللي تكلمنا عنها روحه. أحسنتي، لازم هذه الطريقة المثالية، هذا سلايد لحاله، هنا في شريحة كاملة تتكلم عن هذا الأمر. لابد أن نجلس معاهم في لحظة صفاء ونشرح لهم أن السلوك هذا السلبي مرفوض تماما، وأنه لازم نستبدله بالسلوك الإيجابي الفلاني المعين يصير بدل هذا السلوك السلبي،
وإنه ترى هذا السلوك كبير جدا وبعدين يسبب مشاكل و إلين يفهم. وثم لو ما استبدلت ترى لو وقع منك هذا السلوك فحيكون الكرسي مقابل هذا السلوك. الآن واضحة؟ نعم نعم نعم، نشرح الفكرة نشرحها كاملة. نعم نشرح الفكرة كاملة فيصير الطفل فاهم. فلما نيجي الوقت للتطبيق على الأقل المقاومة هذه اللي 30 دقيقة تصير أقل شوية، راح يرفضها في البداية نعم ويقاوم، لكن في الأخير راح يستسلم وراح يفهم الفكرة من وراء هذه الاستراحة، إن أخذ فترة نعيد التفكير في السلوك اللي قاعدين نسويه. لأنه أساساً وقت ما أنا أحط الطفل بالتايم أوت يفترض الكلام اللي بينه وبينه يكون قليل جداً، نقلل الكلام بيننا لأقصى حد، لأنه أو ما في كلام نهائياً، أو يكون ما في كلام نهائياً. ليه؟ لأنه أنا الهدف من أنه أنا جلس على الكرسي أو جلس بالتايم أوت أريا أنه ما لفت انتباهي، كلامي معه معناها أنه السلوك هذا لفت انتباهي، فهو رح يعيده مرة ثانية عشان يأخذ هذا الانتباه مني. فأنا لا، ضروري جدا أني أقلل الكلام أثناء ما أنا أحطه بهذه المنطقة. هذا الوقت المثالي لما تكونين أنت الطفل ما هو منخرط في أي سلوكيات، أن احنا نتكلم أنه هذا المكان راح يكون مكان التايم آوت لما احنا نسوي سلوكيات غلط. حلو، كلام صحيح. هو هذا الكرسي معاه تجاهل، طيب لكنه مكان واضح في البيت للجميع انه هذا المكان يجلس فيه الشخص اللي يرتكب سلوكيات سلبيه زي السلوكيات هذه اللي ذكرناها، وممكن انت تحددي معاهم السلوكيات، العناد، العنف، كذا، الاعتداء، اختاري السلوكيات الموجوده عندك في البيت السلبيه اللي تبغي تنهيها، وجيبي ابنائك واتفقي معاهم انه هذه السلوكيات راح يترتب عليها الجلوس في هذا الكرسي اللي مكانه بعيد هناك. وانت يا ابو 7 سنين 7 دقائق، ويا ابو 5 سنين 5 دقائق، ويا ابو 3 سنين 3 دقائق، اقل من 3 سنين لا تستخدم هذا الكرسي. نعم انا استخدمته مع ابني. ها؟ ايوه ايوه فعلا، اول مرات كان بده يقوم عشان يخلصها. اوكي طيب، جيد جيد، نحن نشوف دهين اذا قام ايش نسوي. طيب اول ما يجلس الطفل على الكرسي نبدا بالعد، والعد لما يكون امام الطفل، اذا خصوصا لما يكون الطفل ما يفهم لسه ما هو مدرك للوقت، فانا اقول له مثلا الان الساعه 10، اذا هذا العمود الكبير جاء على 3 او على 4 خلاص انت وقتها تقوم، او احط الساعه هذه اللي بالارقام امامه، فهو يعرف انه 1 2 3 4 4 خلاص انتهى الوقت، فانا اقول لك انتهى الوقت قوم لا تخاف، او احط قدامه ساعة رملية، هذه الساعة مدتها 3 دقائق، اذا انتهت 3 دقائق خلاص تقدر تقوم انتهى الوقت. طيب او اني اجي اقول لك انا انتهى الوقت الان قوم. ممتاز اوكي، ممتاز ممتاز. هو الفكره انك تستخدم ما يناسب طفلك، فالطفل اللي يفهم الوقت خلاص انتهى هنا 5 دقائق 5 دقائق، لكن اذا ما عنده مفهوم الوقت فنحن نساعده بفهم الوقت، انه هذه الساعه الرمليه مدتها 3 دقائق، وهذه الارقام 1 2 اذا صارت الدقيقه على الدقيقه 3، او سمايلي فيس في الساعه اذا صار الوجه الباسم على الرقم 3 انتهينا. طيب مين اللي يحدد الوقت؟ ها العمر. ومين اللي يحدد متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الوالدين. طيب وهو لما يكون يقاوم في البداية لأن الموضوع بالنسبة له مخيف، مو عارف إيش بيصير هناك، فهذا شيء طبيعي، فتوقع ردة الفعل هذه. فتكلمنا عن الساعة الرملية، لابد أن يكون المنبه بعيدا عن الطفل عشان لا يلعب فيه، لو كان في ستوب واتش تك 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 تعود فهو راح ينتبه لها، يمكن يحاول يلعب فيه عشان يسرع أو يقلل، فخليه بعيد عنه، يقدر يشوفها بس ما يمسكها، ما يقدر يوصلها. وبعض الساعات فيها ألوان وفقاعات الوجه الباسم زي ما ذكرتي، تساعد الطفل على الجلوس وإنه يسرح فيها شوية، يسترخي ويهدأ ويفكر. طيب هدوء لمدة 2 دقيقة، إذا انتهى الوقت نقول ياسر انتهى الوقت قوم، خلاص انتهى الوقت.
إذا انتهى الوقت والطفل لسه قاعد يصرخ ما راح يقوم من المكان إلين على الأقل دقيقتين تصير على الكرسي بهدوء تام. لازم تصير دقيقتين على الكرسي أو في الركن بهدوء تام بدون صراخ وبدون شيء. إذا صارت يلا تفضل الآن أطلع. طيب انتهى الوقت وبرضه قاعد يبكي. خلاص نحن نعرف إنه الآن هذا الأسلوب ما راح يجيب نتيجة. خلاص نحن نساعده على الهدوء. تعال أجلس معاه ضمه كده لين دقيقة واحدة بدون كلام. حط راسك على راسه على صدرك لين يهدى. هذا خلاص أطلع دحين انتهينا. طيب طلعنا شوفوا كده لين يروق ويهدى تماما وينسى الموضوع. بعدين أرجع أعيد له شرح الفكرة مرة تانية. يبدو إنه ما استوعبها كويس. يبدو إنه ما استوعبها كويس، فأنا بسط له المرة هذه الشرح بشكل أفضل عشان لما إذا سوى السلوك مرة تانية راح يرجع مرة تانية. بس أهم شيء المرة الجاية تكون يكون هو فاهم ويكون عارف يربط الحدث بال 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 بالنتيجة. طيب خلص الوقت وطلع نتركه؟ الجواب لا. إذا كان استخدام الكرسي العقوب الهدوء بسبب عصيان عناد أعد الأمر للطفل مرة أخرى. يعني أنت ما تبي ترتب سريرك روح كرسي العقاب. طلعت هيروح رتب سريرك. لا ماني مرتب سريرك. ما رتب ترى بترجع. ما رتب يرجع. رتب خلاص انتهت المشكلة. روح أرمي الزبالة أكرمكم الله. ماني رامي الزبالة. ترى بتجلس على الكرسي أو بتمسك في الركن. ما راح يجلس على الكرسي. طلع يلا أرمي الزبالة الآن. ما أبغى أرجع تاني. نشوف الآن نشوف إن شاء الله الآن ما عندك مشكلة. إذا امتثل شكرا لك على امتثالك الأمر. طيب إذا رفض نعيد الكرة مرة أخرى. إذا كان بسبب سلوك سلبي ضرب مثلا أو عناد أو كذا ننتظر أول عمل إيجابي يسويه بعدين نقول له شكرا لك على هذا الفعل الإيجابي عشان نلفت انتباهه للفعل الإيجابي أكثر من الفعل السلبي. طيب عندنا مثال. ريما طفلة عمرها 6 سنوات تصدر بعض التصرفات الغريبة التي تلفت انتباه والديها كلما أراد العمل. تضحك بشكل هستيري، تتكلم مع نفسها كأنها تكلم أحد، تسولف. طيب اتفق والداها معها أنها ستجلس على كرسي الهدوء الذي يقع في طرف الصالة كلما ضحكت بدون سبب. هذه حالة حقيقية جاتنا في العيادة. حطينا الكرسي مع أنه كان الموضوع هذا مسبب أزمة أيام كورونا والناس محجوزة، وكانت الأم تدرس عن بعد، وكل ما الأم جالسة قدام الكمبيوتر وقت التدريس هذه تسوي سلوكيات فسببت لها أزمة. ما هي عارفة تدرس ولا عارفة تمسك البنت. طبعا مو اسمها ريما غيرنا يعني. فاتفقنا معاها على استخدام الكرسي. بناء على ذلك إذا ضحكت ريما ما يقول يعني هي تقول ريما لو ضحكتي مرة أخرى ستذهبين لكرسي الهدوء. لا، نحن قد شرحنا لريما هذا الأمر مسبقا. فإذا ضحكت الآن أنت ضحكتي يلا على الكرسي مباشرة. على الكرسي مباشرة. قد اتفقنا أن الكرسي موجود وإذا ضحكتي تروح للكرسي. إذا ضحكت تروح للكرسي. ما في إذا ضحكتي مرة ثانية. مباشرة ضحكتي يلا على الكرسي. طيب الأم كانت تقع في هذا. ترى انت ضحكتي ترى حوديك اللي ضحكتي وتضحك ثاني وتضحك ثالث. بعدين قالت ما في فايده. قلنا لا، اذا ضحكت مباشره تروح للكرسي. عامر عمره 7 سنوات لا يمتثل لاوامر والديه. طلبت منه امه ان يجمع الالعاب في الصندوق. قال انا بتفرج الان. امه استنت 7 ثواني ثم قالت اذا لم تمتثل ستذهب لكرسي الهدوء. اجمع الالعاب في الصندوق الان. انتظرت 7 ثواني ما راح. طلبت منك انك تجي تجمع ولم تفعل. اذهب الى الكرسي الان خلاص immediately مباشره. ما فيها يعني روح لا تروح واذا ما رحت واذا رحت يعني ما تجي. الامر واضح، الفعل واضح، العواقب واضحه واضحه للجميع. طيب ماذا لو رفض؟ ماذا لو رفض؟ اذا كان عمره 6 سنوات فاقل نكون صارمين معه. دانا طلبت منك الجلوس على الكرسي الآن. إما أنك تصيري فتاة كويسة وتجلسي على الكرسي بسبب سلوكك أو أني لازم أساعدك أنك تجلسي على الكرسي.
أو إني أخلي جزيس على الكرسي بنفسي يعني، بس بدون تهديد يعني. والله لو ما رحت يا أوريك اللغة هذه مو مكانها هنا. فإذا ما راحت تأخذ بيدها كده عند الكرسي، أتفضل أجلسي وحنعد الوقت متى ما استمريتي جالسة. تشغل الساعة الآن، يلا 5 دقائق أو 6 دقائق تجلسي وتطلعي. طيب، فنكون صارمين شوية. من المفترض أن يكون مثل هذه العبارات كافية، كافية إنها تروح أو إن نسحبها بيدها ونروح نجلسها. طب عمره 7 سنوات ورفض، عن كل رفض أنت هذا إجابة على سؤالك. رفض المرة الأولى كله روح، أنت تفهم إنه الآن هذا العمل مقابل هذا العقاب، مقابل السلوك اللي سويته، وأنت عارف هذا الكلام صح. يلا تفضل على الكرسي، ما أبغى لو سمحت تفضل على الكرسي، لأنه 7 دقائق راح تصير 8 دقائق، 8 دقائق إذا رفض راح تصير 9 دقائق، 9 دقائق إذا رفض راح تصير 10 دقائق. هذه كم محاولة؟ 3 محاولات. طب استمر إلى متى؟ أزود دقيقة في كل مرة إلى ما تصير 20 دقيقة 30 دقيقة. هو ينبسط، يلا زود دقيقة ومين يزود؟ لا، هي 3 محاولات. بعدين ننتقل إلى خطوة أعلى. ما في تلفزيون، اللي بعدها ما في دراجة، ما في لعب ستحرم مثلا من البلاي ستيشن لمدة 30 دقيقة، ستحرم من كذا لمدة كذا. وجميل جدا إننا نحدد الحرمان بوقت معين، يعني ما يصير الحرمان مفتوح، وما يصير الحرمان مثلا مدة طويلة مرة، أسبوع كامل ما راح تلعب بلاي ستيشن أسبوع، بعدين بكرة يجي كده يسوي حركات أوه يلا روح ألعب، ما هي حلوة. حدد مدة العقاب، ما راح تلعب بلاي ستيشن 3 ساعات، 3 ساعات القادمة ما في بلاي ستيشن، لأنك ما جلست على الكرسي. تبي تجلس الآن خلاص نمسح هذه، ما تبي تجلس ما في. طيب هل أول حل له أقول يلا الكرسي، ولا أول شيء أكون مجرب حلول ثانية بعدين أقول؟ نعم، أنت تختاري. إيش رأيك تجاوب على هذا السؤال؟ أنت تقدرين تختارين السلوك، تبدين مع أي استراتيجية ممكن ما تنفع من أول مرة. بس يعني مثلا أكون فقدت الأمل بطرق ثانية بعدين أقوم، ممكن أختار هذا ممكن، لكن كل استراتيجية لازم عشان يعني توصلين لمرحلة تقولين إن هي ما هي فعالة، لازم تجربينها وتكونين ثابتة فيها، ولازم طريقتك تكون واضحة للطفل إيش هي. فممكن حتى التايم أوت تجربين ويكون زي غيره، لكن هذا لا يعني إنه الطفل ما قاعد يستجيب معي. ممكن أنا طريقة تطبيقي غلط، أو ممكن أنا ما وضحت له إيش السلوك البديل المطلوب منه. يعني هو ضرب لكن أنا ما قلت له إيش السلوك البديل اللي المفروض يسويه، هو ضرب ليه؟ فضروري جدا انه انا اعطيه ايش السلوك البديل. تقدرين تقولين له انا شفتك وانت تضرب، هو معقول انسى ولا ايه؟ لا، بس هذه طريقه يتخذها الطفل للدفاع عن النفس، هو خايف من النتيجه اللي راح تجي بعدها، فممكن يقول لك، ممكن ينكر، ممكن يقول لك اخوي اللي ضربني، هو اخوه ما ضربه اساسا. فانت تقولين له انا شفتك وانت تضرب، فهذه المره راح تجلس هنا. ممكن هو كان يبغى لعبة وما أخذها، فأنت تقولين له السلوك البديل، تقولين له المرة الجاية نطلب طريقة لطيفة، نجلس الآن فتخليني يجلس على كرسي العقاب. ضروري جدا توضحين لإيش اللي أنت تبينه منه، ما تقولين له أنا حطيتك هنا عشانك ضربت أخوك، لا، أنت ضربت، المرة الجاية تطلب بطريقة لطيفة، ما نضرب، يجلس على الكرسي. بعدين أنت كلامك تقولي هو 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 أنكر، هل نسى؟ أنا أسألك سؤال، هل ردة فعلك جاءت مباشرة بعد السلوك ولا تأخرت؟ بعد السلوك، يعني مثلا أولادي الصغير عض أخته، أي، وهي تقول عض، واضح المكان عضه، أي، هو يقول لي أنا قبستها، طيب لا واضح عضه، هو مصر أنها قبسة، يعني معقولة هو نسى ولا خايف؟ آه أوكي، طيب غريب، يعني استغربت ليش ينكر. طيب أوكي، هو صادق. كم عمره؟ قريب الأربعة. إذا كان هو يفهم في الكلام، إذا كلمتي يفهم،
خلاص تقولي إنه أنا ما أقدر أصدقك الآن لأنه هذه عضة وهذه أسنانك، هي هذه أسنانك، فما في مجال إنها تكون أصابعك هذه. طيب، وهذا السلوك مرفوض تماما لأنه في أذية للآخرين. شوف أختك كيف قاعد تبكي متأذية وإنت السبب في هذا. طيب، هذا السلوك مرفوض تماما إنه يصير هنا في البيت، وإذا سويته مرة تانية راح نحطك في الكرسي هذا اللي هو شاف. عمرك 4 سنوات أو 3 سنوات راح نحطك 3 دقائق هناك، ما راح نكلمك ولا نتفاعل معك. طيب خلاص، عاد السلوك يجلس على طول مباشرة في الكرسي. ما خلي بس للعطاء، كل الضرب كل الضرب كل الاعتداء على الآخرين. نحن حطينا الأشياء اللي هو أكثر شيء يسوي إيش، عضة ولا الضرب؟ اختاري واحدة منهم. طيب أنا اختاري، أنتي اختاري. ما أدري، ما أعرف، ما أعرف. طب ممكن هو يبغى لفت انتباهك أنتي. أنت ردة فعلك كل مرة إيش تكون؟ ردة فعلي مرة هادية، ليش سويت كذا؟ أبغى أقولها أتأسف منها وأحب راسها وخلص حلينا المشكلة. طب ممكن هو يبغى هذا النوع من الأحاديث بينك وبينه يصير، هذا النوع من المحادثات، فممكن أنت تتكلمين معاه دائما خلال اليوم، يعني ما يحصل على فقرة المحادثة فقط لما يسوي شيء غلط. ممكن هو محتاج أنه أنت تسألينه إيش قاعد تسوي، مبسوط أنت قاعد تشوف تلفزيون، مبسوط وأنت قاعد تلعب، محتاج أنه يسمع أسئلة عنه منك أنت. فهو ما سمع هذه الأسئلة إلا لما هو ضرب أخته، فبالتالي صار يستعمل الضرب عشان أنت تجين وتقولين له ليه سويت كذا، قل لها آسف. فهو حصل على المحادثة ولفت الانتباه هذه لما سوى الشيء الغلط، فبالتالي راح يكرر الغلط عشان يحصل على الانتباه. طيب، إذا أتوقع أن السلوك السلبي سيزداد في البداية، خصوصا عند استخدام الكرسي للمرة الأولى لسلوك سلبي صدر للمرة الأولى، ولكن سيتحسن الأمر بعد ذلك. بعض الأطفال سيضغط بشكل كبير وربما يخرب بعض الأشياء ليلفت انتباهك، لا تعطيه الانتباه، يسويها هو جالس أو حتى يسويها قبل ما يجلس ما لم يكن في ذلك خطر على سلامته. كن إيجابيا بعد انتهاء فترة الجلوس. الآن هو جلس وخلاص، هذا العقاب حق السلوك اللي سواه، ما عاد أرجع أعيد عليه، يعني خلاص طلع انتهى الأمر، نعود طبيعيين، ما أظهر عليه غضب ولا صرخ في وجهه ولا حتى أوجه له مثلا نصايح إنه شوف عشان سويت كده حصل كده، لا خليه يطلع يهدى، أعطيه فرصة كده بريك، ترجع الأمور هادية بعدين نتكلم مرة ثانية. طيب، وأنا يهمني إني أعطيك مدح وانتباه وثناء لأنه هو امتثل للأمر وجلس. شكرا إنك جلست على الكرسي وتعرف إنه جلست بسبب السلوك الفلاني. عندي مداخلة بس. تفضل. نرجع للموضوع اللي قبل شوي، أنت تقول إن الولد الحين عبد أخته، أنت قلت نحطه على كرسي العقاب. طيب الآن هو بيعرف إن العقاب اللي جاه بسبب أخته. معروضة الحين، ما يعني إلى الحين هي شايلة بخاطرها، كيف بتعالج بعد مشكلة الطرف الآخر؟ حطيته في العقاب الحين 3 دقائق أو 2 دقائق. إيش استفادت؟ والله سؤال ذكي بصراحة. ما شفت دليل، جلسنا على الكرسي، ما استفدت شيء، البنت ما استفادت شيء. أنت راح تطلب منه بعد ما يطلع من كرسي العقاب إنه يعتذر لأخته؟ اعتذر طيب، بس ولو في عفو. بس انت ما تقدر راح تقول لعضها مثلا؟ لا ما اقول، بس هي ممكن تعتبر. لا لا، احنا ما نبغى نعالج العنف بالعنف. يحصل، قد يحصل، نعم نعم يحصل، لكن انت في هذه الاثناء الطرف الاخر انت تهدأ بالتالي، لانه انت ما تبغى انه بنتك بعد تستعمل هذه الطريقه انه هي راح تضرب، فهو راح يحس انه هو ما غلط، لأنه هذه الطريقة مسموح لأختي تستعملها لكن ما هو مسموح لأني أنا أستعملها. ممتاز. فضروري جدا أنه أنت لما هو يعض أخته وتحطه بالتايم آوت، تقول له أنه المرة الجاية أنت لازم تعرف هو ليه عضها. طيب، عشان تعطيه السلوك البديل اللي يسويه. هل هو عضها لأنها رفضت تعطي اللعبة الثانية؟ فأنت تقول له أنت بتروح التايم آوت الآن، المرة الجاية نطلب، ما نأخذ اللعبة بدون ما نطلب، وتخلي بالتايم آوت. الطرف الثاني انت راح تحتضن حزنه الان.
وبعد ما يطلع الطرف الآخر اللي اعتدى بالأول تطلب منه إنه يعتذر على خطأه. لكن لكن صعب إنك أنت تطلب تسمح للطرف الآخر إنه يستعمل العنف أو ينتقم، لأنه أنت بالتالي تقول له إنه العنف مقبول عندي بالبيت لكن بشروط. هذا الشيء غلط، لأنه إذا استعمله في وقت مشروط راح يستعمله في أوقات ثانية. أنت تستطيع إنك يعني تحتوي الطرف الآخر اللي هي في هذه الحالة البنت اللي وقع عليها العض، تحتوى، تضم، تعامل بشكل لطيف، منطقة العض إذن عليها مرهم مساج وكذا، والآن أمورك طيبة إن شاء الله وكذا إلى آخره، يعطيها مزيد من الاهتمام. وبالتالي ضروري بعد ما نبالغ بردة فعلنا مع البنت، لأنه ممكن البنت المرة الجاية لو حتى أخوها ما اعتدى عليها بهذه الطريقة وحصلت على لفت الانتباه هذا كله منكم، ممكن هي تخترع هذه المواقف. فإحنا دائما ردة فعلنا ما تكون مبالغ فيها وما نتجاهلها تماما، يعني إحنا نحتوي حزن الطفل لكن ما نبالغ فيه جدا، لأنه ممكن يستغل مشاعرنا وراح يستعمل هذه الطريقة عشان ياخذ انتباهنا المرة الجاية واللي بعدها. طيب، هي الآثار العضة موجودة في يدها، فنعمل على إزالتها. طيب، وما يمنع أني مرة تانية أعطيها بعض التقنيات، إذا جاء ابنك إذا جاء يعضك اسحب يدك مثلا تفادي العضة. السبب أنه عضك المرة هذه لأنه ما أخذ اللعبة، فأنت قولي له أطلب وأنا أعطيك، نعلمه أنه يطلب بشكل مؤدب، نساعده أنه ما يستخدم هذا الأسلوب في الحصول على ما يريد. وإذا إيش؟ تأخذ حقها تقول بعد. لا. لا لا، ما نعالج العنف بالعنف، قل لها ببساطة ما نعالج العنف بالعنف. بس أنا ترى حرفيا صار معي كذا، من بكرة قاعدين هدوء فجأة هو يصرخ، إيش في؟ عضته. عضتني. ليش يا ماما؟ قالت نسيتي أمس عضني. أمس وقلت اعتذرنا وخلصت الموضوع. قالت بس أنا ما نسيت. إيه. ولأنه كان الموضوع فقط اعتذار، ما شافت إنه هو تعاقب. فهي ممكن تجي تقول أوكي خلاص أنا آسفة. طيب الآن راح ترحمينها كذلك؟ لا، هي حاقدة من أمس. لذلك شوفي، الرحمة حاصلة في كل الأحوال، نسأل الله أن يرحمنا جميعاً. ولكن هناك عواقب لكل فعل، فلا بد أن ابنك هذا يعرف أنه إذا وقع في هذا الأمر يتحمل عواقب فعله، وكذلك هي. فإذا أنا احتويتها أمس وعالجت عضتها وضميتها وكذا وشافت انه هذا الابن تعاقب، اخوها تعاقب، خلاص المفروض انه الامر انتهى، طلع من العقاب، اعتذر لها وعلمناها السلوك البديل، وهي نعلمها انها تدافع عن نفسها او انها ما تسمح له انه يعضها، تسحب يدها مثلا، او اذا جاء يعضها ما تستسلم، تتفاداه بشكل ما يعني بدون عنف، خلاص انتهى الامر هنا عند هذا الحد. اذا جاء بكره وهي عضته لانها شايله من امس، راح يتطبق عليها نفس الشيء، لأنه أصلاً الرسالة اللي وصلت للجميع إنه العنف والضرب ممنوع تماماً أياً كان شكله في البيت، ممنوع. طيب، وإذا فعلت تروح الكرسي هي كمان، بس إذا كانت هي أكبر منه سناً فلا بد الدقائق بتكون أكثر. ممكن ينفع معها التايم أوت وما ينفع معها التايم أوت، وهذا شيء طبيعي يعني. نعم. يعني لا تتوقعين إنه التايم أوت نفع مع الأخت ينفع مع الأخ، وهذا شيء طبيعي جدا، انه مو التكنيك نفسه مو شرط يمشي مع كل الاطفال، في اطفال ممكن بالنسبه لهم التايم اوت فتره بريك، انا بريح الان عادي، ما يحس بعدها انه في شيء بالمقابل راح اسويه. نعم. ناخذ بريك اي، هذه اخر نقطه وبعدها ناخذ بريك. درب طفلك على كرسي الهدوء، اسمحي لي بس اخلص هذه النقطه بعدين. يعني إحنا لو جلسنا مع الطفل وشرحنا له عن الفوائد وفهم إنه بيصير أقل رفضاً لهذه التقنية، وممكن يصير هو يروح. يعني في البداية أنا ما هو مو حل سحري أول ما أسوي كذا يجي كذا عشان هذا ينتهي، لا، مو هذا المطلوب. المطلوب إحنا نعلمه أشياء أخرى من وراء هذا السلوك، يتعلم ضبط النفس، يتعلم احترام، يتعلم الاعتذار، يتعلم الثقة، يتعلم إنه في تواصل، في أخذ وعطاء، المسألة ما هي كلها بالدراع، هذه كلها مهارات أخرى وراء هذه المهارة
احنا قاعدين نشرحها او نوصلها للطفل هو راح يفهمها بطريقه مباشره او غير مباشره، لذلك نحن نشرح له هذا الامر. في البدايه راح يعاند، بعدين راح يشوف الفوائد من المره الثانيه الثالثه الرابعه، وخصوصا اننا حاطين هذا العقاب مقابل هذا السلوك، بس باقي السلوكيات ما عليها مشكله او عقاباتها مختلفه، تجاهل، حرمان، الى اخره. طيب، فنحن نقول اذا ضربت اخاك فعليك الذهاب لكرسي الهدوء، سيجعلك ذلك تهدأ، تفكر في اللي سويته، وشوف كيف اخوك تاذى او اختك، عورتها حرام صح، شوف كيف قاعد تبكي، روح بعد ما يطلع هي اعتذر لها، مسح دموعها، قل لها كلمه حلوه، قل لها معليش ما عاد اعيدها، انا اسف، سامحيني، انت اختي، كذا، الكلمات اللطيفه هذه اللي تحبب بينهم، تحسن بينهم العلاقه. طب هو اعتذر، يلا يا فلانة سامحتي؟ ايوه سامحته. لا ما سامحته، طيب سامحي الآن، هو خلاص اعتذر. طيب خلاص سامحته، خلاص صافي يا لبن على قهلة، انتهت المشكلة الآن، يلا ألعبوا مرة ثانية. فما حتيجي بكرة وتقول هو أمس عضني فراح انتقم أنا اليوم. فهي المسألة لا تنتهي عند الجلوس على الكرسي، لا. لا تنتهي عند العزلة والاستراحة، لا، في لها تبعات. ولاحظ أنه في كل خطوة نحن قاعدين نتعلم مهارات أخرى. طيب، ربما يكون هذا الكلام لا يعني شيء للطفل، لكنه سيتعلم طريقة الاحترام ويعرف ليش يذهب ومتى وكيف وماذا سيفعل إذا جلس. وتعلم طفلك العبارات التي تساعده للهدوء، مثلا خذ نفس، اهدى شوية، علمه التنفس، نفس عميق، نفس بطيء، شوية كده نرتاح، نهدى، شهيق، زفير، شهيق، زفير، تعرفوا الاسترخاء التنفسي هذا. هنقدر نعلمه للأطفال حتى من عمر 4 سنوات ممكن يفهموه. وكذلك نعلم الطفل مهارات الاسترخاء، كل هذا يجب أن يكون قبل وقوع المشكلة عشان يفهم الطريقة قبل وقوع المشكلة. إذا صارت المشكلة الآن راح ننفذ، لأنه خلاص انتقلنا من جهة تشريعية إلى جهة تنفيذية. لكن لما نجلس معاه قبل وقوع المشكلة ونحدد السلوك ونحدد العواقب حقته، فالكل فاهم وعارف الآن. طيب خلاص صارت المشكلة، تنفيذ على طول، ما عاد في أخذ وعطاء وكلام كده، راح نشتغل على التنفيذ بشكل مباشر. صعوبات في تنفيذ استراحة الهدوء، راح نستعرض بعض الصعوبات إن شاء الله بعد البريك. جاوبت سؤالك؟ أي. هذا بعد ولا قبل؟ لا رجعوا للمشكلة الثانية. ايوه احكي لي. لا خلص الوقت، اتركيه شوي بعدين. اي هذا قبل، لا تناقشي مع السلوك. لا خلاص، اذا جلس على الكرسي ما في مناقشة سلوك، مو مناقشة الا اذا اوكي. الآن هو طلع من الكرسي، الفعل اللي سواه، الخطأ اللي بسببه جلس على الكرسي، هل عليه مترتبات ولا انتهى هناك؟ لا خلص، عادة وخلص. لا لازم يحكي إنه شو السبب. أنا لا رح أخليه يقع، بحس الإنكار يعني مقصود. طيب خلينا نناقشها كده بعد البريك أو أثناء البريك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن التقنيات اللي نستخدمها في استراحة الهدوء، والآن نتكلم عن بعض التحديات أو الصعوبات اللي تواجهنا لتنفيذ هذه التقنية. ما زلنا نقول إنه هذه مهارة من مهارات التربية، ليس بالضرورة إنه استخدامها ينفع مع جميع الأطفال، وليس بالضرورة إنه في كل مرة استخدمها أعطي نتيجة كويسة فلازم إني أعيد تقييم الموقف أكثر من مرة، ولا بد إني أستخدم تقنيات أخرى كذلك معها. طيب، التوقف عن الانتقاد والتذمر، وهذا صعب جدا في مواجهة الطفل بالرغم من سلوكه السلبي وعدوانيته، إني ما أنتقد الطفل، يعني هو يصيح ويزعق وأنا ما أنتقده وأسكت، صعب شوية صح؟ يعني أقول أنت ما تسمع الكلام، اذهب للكرسي،
أنت سيء أتعبتني اذهب للكرسي، أنت اليوم فظيع وسلوكياتك مرة سيئة روح للكرسي. يعني أنا ما أحتاج إني أقول هذه الألفاظ اللي تنتقد الطفل، طيب في الأساس إني أتجنبها، هو ارتكب السلوك، أنت ارتكبت السلوك روح للكرسي، لكن أنت فظيع، أنت سيء، أنت جننتني، أنت تعبتني، أنت كذا، أنت كذا، هذه انتقادات. التوقف عنها صعب، لكن الانتباه لها وإنها ما تصير مبالغة عشان حتى ما تدخل في التشفي والانتقام، طيب يقلل من حدوثها. ومثل هذه العبارات فيها انتقاد جارح وإهانات للطفل، ممكن هو بسببها يقول ماني رايح، يرفض لأنه أهين، يعني مما يجبر الوالدين على تصعيد الموقف والعقاب الجسدي، وبالتالي يزيد الطفل في العناد والمقاومة. لذلك ينبغي للآباء ألا يبادلوا الطفل مشاعر الغضب والعنف، ويتوقفوا على الانتقاد ويوجهوا عبارات معتدلة، الاعتدال مطلوب. وممكن أنا كأب أجهز بعض العبارات مسبقا، أدرب نفسي وأقول إيش، أشوف إيش الجملة اللي ينفع أستخدمها مع طفلي وبعدين أستخدمها. يستحق الأمر بعض الدقائق للتفكير، طيب يستحق الأمر، لكن أنت تعبتني، أنت فظيع، أنت فيك، أنت يخطيك، روح للكرسي، هذا يحسسني أنا كطفل أني أنا مو مرحب بي في هذا المكان، أنه أنا ما حد يحبني، أنه أنا منبوذ، أني أنا سيء جدا، وبالتالي راح. تفتكروا القاعدة رقم 2، الأبناء يتطلعون أو ينتقصون توقعات أبنائهم أو تطلعات آبائهم إلى تطلعات آبائهم. زي ما أنت تشوف تحب تشوف ابنك راح يكون على المستوى اللي أنت تحطه فيه، تكلمنا عن هذا في الجلسة الأولى. طيب تتذكر لما قلنا أن الضرب ممنوع؟ الآن أنت ضربت، تفضل على الكرسي بكل بساطة، قلت لك افعل، ما سمعت الكلام، الآن تفضل روح الكرسي. يعني ما يحتاج الكلمات هذه، أنت فظيع، أنت جننتني، أنت تعبتني. أذكر واحد من اللقاءات، واحد من المربين المشهورين كان يقول أنت لما تقول لطفلك أنت جننتني، أنت الآن مجنون فعلا، يعني صرت مجنون، طب ليش تقول أنت جننتني؟ هو ما جننك، ليش تقول له جننتني؟ قول أتعبتني، قول خليتني أفكر فيك بشكل أكبر، لأنه هذا اللي فعلا حاصل. لكن وجعت راسي، هل فعلا راسك وجع؟ اي خلاص والله جاني استع. اوكي هذه حلوه، لانه يربط بين الصوت العالي وتعويره الاذن، لانه جربها غالبا. لكن ما اقول له حاجه ما صارت اساسا، انت جننتني. طيب وبعد انتهاء مده الجلوس لا تنتقد الطفل، انتهى خلاص، انتهينا، شوف رحت للكرسي عشانك ما سمعت الكلام وجعلتني أغضب منك عشان أنت قاعد تسوي هذا الأمر. وهذا سؤالك اللي كان قبل شوية، لديك الآن فرصة إنك تكون أفضل، وأنا واثق إنك راح تعدل سلوكك. نعزز الثقة لدى الطفل إنه ما راح يرتكب هذا السلوك السلبي مرة أخرى. الآن أنت سويت السلوك رحت، ولكن أنت خرجت إنسان تاني، فأنا أثق فيك وحبك وأنا أساعدك إنك ما تقع في هذا السلوك مرة تانية، وخلينا نشتغل على هذا الأمر. الكلمات تختلف تماما عن لما نقول له شفت كيف أنت سويت عشان كده تستاهل، والكلمات اللي يعني لا طائلة منها. الأمر بسيط وأنت قادر أنك تسويه. طيب التعامل مع المشكلة في وقت مبكر، لا تنتظر لين تصير المشكلة بعدين تعاقب عليها. أنت ما تعرف هذا السلوك أنه صدر مثلا أو راح يصدر، أنت كبير وتفهم وتقدر تقدر الأمور، ابدأ بحل المشكلة من بدري، لا تستنى لين تصير المشكلة وتغضب بعدين تتعامل بناء على غضبك ومشاعرك. لا، شايف السلوك رايح وقاعد يصير، من بدري أمنع حدوث السلوك عشان ما يصير العقاب أو ما تضطر أنك تلجأ للعقاب. نفس فكرة وضع الحدود، إذا كانت أوامرك كثيرة قلل أوامرك، هذا يضع حدود للأخطاء لدى الطفل. هنا كمان نفس الشيء، لكن إنك تنتظر يعني يسوي المشكلة بعدين تتدخل وتعاقبه، هذا تدخل متأخر يعني.
طيب انتظر انهم انتظروا، بعض الاباء ينتظر حتى يتفاقم الوضع وينتظر حتى يغلب عليهم الغضب، وبعد لانه بعض الاباء يكون هو بطبيعته كده بارد وهادي، فالطفل يخطا مره واثنين وثلاثه، وكل مره الخطا قاعد يزيد وهو يمشي الموضوع عادي. ويقع فيها كثير من الامهات بصراحه يمروا علي كده انه تصير مشكله واثنين وثلاثه وهم ساكتين ويتحملوا 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 لين فجاه بوم. فلا الطفل عارف ايش اللي حصل. طب انا قاعد اسوي هذا الشيء كل يوم، انت زعلانه ليه؟ مو عارف هي ليش انفجرت، بينما هي قاعده تعبي يعني من كم يوم او من اول النهار الى اخر النهار انفجرت، فالطفل يصير محتار. طيب وبعدين ما اعطيتيني تحذيرات مسبقه، ما قلتي لي انه هذا الامر ما يرضيكي، انت ساكته. طب كيف انا افهم، كيف انا افهم انه هذا الامر ما يرضيكي وما بينتي السبب؟ بعدين انت تبيني اروح، انا ما سويت شيء اصلا خطا. فهنا اشوف كل مره يصير في عناد وجدال ولا وكذا واخذ وعطى. لكن ببساطه ايها الاب، تعرف على السلوك الذي يثير مشاعرك بالغضب، تكلم مع طفلك عن هذا السلوك واعطه تحذيرا مسبقا بان ارتكاب ذلك السلوك مثلا 3 مرات سيضطر انك تجلس في الكرسي. وبعدين لما يسوي السلوك اول مره قل له هذه اول مره، هذه ثاني مرة، ترى المرة الثالثة راح تروح للكرسي. صارت المرة الثالثة أتفضل على الكرسي، ما فيها كلام، خلاص انتهينا. واضحة؟ حتى هذا يعطيك أنت فرصة أنك تراجع نفسك، صح؟ قلنا لما نكون غضبان ما أصدر عقاب، وإنما أقول له روح خليني أفكر إيش العقاب المناسب لك، ما أتصرف بناء على مشاعري وإنما بناء على قياس السلوك وال العقاب المناسب له. وكذلك ما في عقاب مفتوح محروم، محروم لين متى؟ لا، أحدد محروم لمدة 4 ساعات. هذه الوقفة للتفكير تعطي مجال أني أنا أقدر الأمر بشكل مختلف تماما. طيب أحياناً الطفل عمره 5 سنوات وارتكب خطأ وأنا عامله كأنه طفل عمره 15 سنة قاعد يرتكب الخطأ هذا، وهذا غير عادل في مستوى الطفل. طيب لذلك هذه الأشياء، يعني المرة الأولى لو سويت الغلط 3 مرات لو كذا لو كذا، يعطي الطفل حتى فرصة إنه إيش يتدارك نفسه. وصير حتى بعد المرة الثالثة لو راح هو يعرف إنه أوه أنا أعطيت الفرصة وما استجبت، فالمرة الجاية لما يطلع أقول له أنت تقدر تسويها، المرة الثانية راح تكون أقل. وهذا ينفع خصوصا مع اللي عندهم ADHD لأنه عندهم اندفاعية شوية وعندهم ما في تفكير في العواقب بشكل كبير. فأنا عشان أعطيه فرصة أعلمه يفكر أقول له هذه أول مرة وهذه ثاني مرة، المرة الثالثة ترى خلاص ما في، هيا انتبه، وأعزز ثقته. أنا أثق إنك ما تبي تجلس على الكرسي وما راح تسوي هذا الأمر، فيلا شد حيلك ولا عاد تعيدها، أو رجاء لا عاد تسويها أو توقف. طيب توقع الندم، توقع الندم، بعض الآباء يتوقع من ابنه عند توجيه لكرسي الهدوء أن يصدر منه ندم، إنه الحال يندم كده وإنه يطلع خلاص وأنا أسف وما عاد أعيدها وكده. لو ابنكم يلعب بلاي ستيشن هو يجلس في الكرسي يمكن يفكر في اللعبة أصلا، فهو نسي الموضوع هو جالس ليش، خصوصا لما يكون فترة مثلا 6 دقائق فطويلة شوية، أول دقيقة دقيقتين حتكون في الموقف بعدين يسرح مخه لشيء تاني، هذا واقع صح؟ طيب فأنت تبغى أنه يندم وكذا؟ لا، ما راح يندم من حاله، لازم نحن نساعده نعلمه هذا الأمر. وبعضهم يلجأ إلى الضرب لأنه يؤلم ويبكي الطفل وربما يعتذر ويرضي غرور الوالدين. لازم تعتذر، ما اعتذرت تنضرب، وتنضرب عشان تعتذر. وهذا يعني بس خرجنا عن التربية، الآن صار تشفي، صار غرور، يضال الغرور. الضرب يزيل السلوك السلبي بشكل سريع. نعم أتفق. في أحد يعارض؟ لا. طب هل يزيله بشكل نهائي؟ لا. لا يعلم الطفل كيف يحل المشكلات. هل الضرب يعلم الطفل كيف يحل المشكلة؟ لا. يعلمه إيش؟ يعلمه فقدان الثقة، كذلك الخوف، عدم القدرة على اتخاذ القرارات، كذلك ما بيحترم أحد غيره،
تكرار الفعل، هل الضرب يعلمه تكرار الفعل؟ لا، هو يبي يتفادى الفعل بس سيقع فيه مرة أخرى، هو خايف من الضرب بس هيقع في الفعل غصبا عنه، لأنه من طبيعة الأطفال أنه يرتكبوا أخطاء، فكل مرة ارتكب الخطأ راح ينضرب، حتى ما أعلمه كيف يتحكم في نفسه عند وقوع مشكلة. هو نفسه لو وقعت المشكلة مع أحد تاني يروح يضرب على طول، على طول يضرب. ليش؟ لأنه ممكن بكرة يتقبل الأذى من الآخرين، وممكن يتقبل الأذى من الآخرين لأنه يشوف أنه عادي، أنا أبوي يضربني وأي أحد يضربني عادي عادي. يمكن هذه زي لما كنا يعني الأطفال اللي كانوا عاشوا أيام السبعينات والثمانينات، السبعينات والثمانينات الميلادية اللي هي حتكون نهاية القرن الماضي الهجري 1390 وكده، أو نقول 70-80-90 وبداية 1400، في هذه الفترة 40 سنة هذه كان كل واحد يضرب، الأب يضرب والأم تضرب والجار يضرب، كله مسموح له إنه يسوي أي شيء. فالأطفال اللي عاشوا ذاك الزمن مساكين ما هاد يقدر يميز، عشان كده ما بعد 1400 مضاربات وكده لها يعني في الحواري بالذات، الحواري البقالي الأقوى، البقالي الأقوى والمدارس. ها الآن الحمد لله في أشياء كثير بدأت تتغير يعني. طيب، الضرب يعلم الطفل أن يلجأ للعنف، ولذلك علم طفلك سلوك الاعتذار، علم طفلك سلوك الاعتذار، مو يعتذر غصبا عنه، لا يعتذر لأنه هذا واجب عليه، يعتذر لأنه أنت أخطأت واللي أخطأ يعتذر. أنا ما أقبل إذا هو رفض الاعتذار، أحاول معاه إلين ما يعتذر حتى لو مو مقتنع، أهم شيء أنه يعتذر، وأعطيه الرسالة أنه اعتذارك لأنك ارتكبت خطأ. طيب، بعدين هو يعرف من نفسه إذا إذا ارتكب خطأ يعتذر. وإذا نجحت في استخدام تقنية الكرسي فلن يصدر من طفلك مقاومة ولا عناد ولا بكاء، وأحيانا نشوفه يروح لوحده، حتى أحيانا إذا هو كده حس بالتوتر وهذا ينسحب يروح لوحده. ممكن أوكي أعلمه أكثر على الاعتذار، وصير يعني كذا يعني تلقائي ديفولت يجي يعتذر، بس أحس إنه مو حاس مرة، أنا سويت كذا سوري، يعني هل فقد الاعتذار قيمته؟ لا، راح يتعلم مع الوقت قيمته بشكل أفضل. الاعتذار ما راح يفقد قيمته حتى لو اعتذر في اليوم مليون مرة، إلا إذا كان هذا الاعتذار كده سلوك ترددي يعني غير. لا، أنا أتكلم عن اعتذار في مكانه الصحيح، طالما إنه في مكانه الصحيح ما راح يفقد قيمته، إذا ما راح يفقد قيمته. طيب، أوكي، إذا أنت حسيتي إنه هو ما يعرف هو قاعد يعتذر ليش، ممتاز. طيب وبعدين اوكي، واذا سواه مره ثانيه يجي يقول انت ايش تقولي له؟ بس ما قلتي له ايش يسوي؟ اي لا اكون يعني يعرف وش المفروض يسوي. لا ما يعرف، اذا ما قلتي له ايش يسوي، انت قلتي له بس ايش اللي ما يسوي، لكن ما اعطيتيه السلوك البديل اللي تبينه يسوي. ممتاز، احنا مو مهم انت تقولي له لا تسوي كذا مره ثانيه، قولوا مرة ثانية سوي كذا كذا كذا، لا تذكري إنه السلوك اللي ما تبينا يسوي، إحنا خلاص نسيناه، هو قال آسف انمحى، فقولي له مرة ثانية أبيك تسوي كذا كذا. ممتاز، خليني أسألكم سؤال، الطفل لما ما عنده شيء يسوي إيش يسوي؟ بيدور شيء يسوي. إجابتك في الصميم، لما الطفل ما عنده شيء يسوي راح يدور شيء يسوي، راح يدور شيء يسوي. وإذا أنا أعيد الجملة لأنها مهمة جدا، الطفل إذا ما عنده شيء يسوي راح يدور على شيء يسوي. عشان كده الأمهات يقولون أشغليهم قبل يشغلون، أشغليهم قبل ما يشغلوك، صحيح، وأشغليهم بالأشياء الجيدة قبل ما يشغلوك بأشياء أنت ما تحبيها، أو أب يعني. طيب، فهذه القاعدة حطوها في راسكم تماما، لا تخلي طفلك، يعني بعض الآباء يبغى طفله يجلس كده بدون ما يسوي شيء، مستحيل، أنت تطلب المستحيل، ومكلف الأيام فوق طباعها كمستوقد في الماء جذوة ناري،
ومكلف الأيام فوق طباعها كمتطلب في الماء جذوة ناري. مستحيل أنك تولع نار في موية، كذلك مستحيل أن يجلس الطفل بدون ما يسوي شيء إلا إذا أو مريض أو نايم أو خلاص أنت ترتاح وقتها. إذا نايم خلاص مرتاح أنه ما راح يسوي شيء، بس طالب أنه صاحي وحي يرزق ورجلينه تتحرك انتهى. لا بد يسوي شيء، لا بد يسوي شيء. فأنت قاعد يعني أوجهه من بدري على السلوكيات الإيجابية، وهذا اللي ينقصنا نحن كآباء، إننا نتعلم نوجه أبنائنا للسلوكيات الإيجابية. كيف أستغل وقتي؟ يلا خد أرسم، لون، احفظ، العب، ألعب معاه، سوي تمارين رياضية، علمه يوغا، علمه جري في المكان. لا بد إني أشغله، لا بد إني أسوي له شيء يشغله. وهذا أحيانا منهك علينا كآباء. نعم، إذا لا بد إني في فترة كده وقت يصير وقت حر، سووا اللي بتسووه في هذا الوقت ما لم ترتكبوا أخطاء مثلا. فهذا الوقت ما في لوم، هذا تعلمناه قريبا، إنه كان في أم تقول مثلا يوم آخر يوم في الأسبوع يوم الخميس من الساعة 7 مساء لتسعة مساء، هذه ساعتين لكم الحرية في فعل ما تريدون، وهي تأخذ الوقت هذا تروح تنام. لكن لازم هي تعرف إيش حتسو، إيش حتسو في هذه الساعتين. والله هم واحد مثلا 15، واحد 13، واحد 10، واحد 8، فهذا قال لي بنتفرج فيلم، وهذا قال أنا بسوي فشار، والتاني قال أوكي هاي أنت سوي فشار وأنت جهز الشاشة والمجلس وكذا، وهذا قبيد يلعب بالسوني، خلص هذه ساعتين هي تدخل تريح فيها وتنزل أعباء الأسبوع. تطلع لهم بعد ساعتين بالاتفاق إنه ما أحد يخرج عن الحاجة اللي المفروض قاعد يسويها، وحتى لو صار أخطاء معينة ما عليكم لوم فيها. هذه ساعتين حقت الأم، وهذه اللي هنتكلم عليها في واحدة من السلايدات، استراحة للآباء نفسهم. هذه الاستراحة ممكن تكون لي أنا كأب، إني أستريح من المتابعة والطول الوقت. طيب، 5 دقائق جلوسا على الكرسي، دقيقتين على الأقل على الأهل، على الأقل في هدوء تام. أتكلمنا عنها هذه، الاستخدام المفرط لكرسي الهدوء 20-30 مرة في اليوم على كل سلوك، لا ما يجدي نتيجة. سلوك واحد في كل مرة، وزي ما قلنا نحط أولويات للسلوكيات ونبدأ بالسلوك رقم 1-2-3، نلاقي إنه السلوك رقم 5 و6 و7 راح تلقائيا. طيب، لأنه أنت قاعد تبني شخص، تبني عقلية، تبني إنسان، تبني كيان. في كل مرة تقول له هذا السلوك كذا يسبب كذا، ولأنك سويت آذيت والآذية ما تنفع، وشوف الأثر حق شغلك على الآخرين. نحن قاعدين نعلمه كيف يفكر، بنبني فكر. وهذه المسألة ما هي سهلة، لكن في البداية هنواجه فيها صعوبة. مع الوقت تلاقي السلوكيات اللي هو كان يسويها ما يعمل حسابها، تعلم التقنية من أول وتاني سلوك فاختفت باقي السلوكيات. طيب، فبقيت معاه التقنية ماشي فيها طول حياته. الاستخدام المفرط، إذا كنت تحب هذه التقنية فاستخدمها مدة كافية لتعديل سلوك واحد في كل مرة، ثم استخدمها لتعديل سلوك آخر. استخدم تقنيات أخرى مع السلوكيات الخفيفة مثل التجاهل، تأكد بأنك تقوم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة والتشجيع على السلوكيات الإيجابية باستمرار، اللي هو البديل، السلوك البديل، وركز على السلوك البديل أكثر من السلوك السلبي. خلي السلوك البديل هذا الإيجابي يلفت انتباهك أكثر من السلوك السلبي. طيب، لا تنتظر لحظة الانفجار، تكلمنا في هذه. لا يعجبني أنك لا تستمع إلى كلامي عندما أمرتك بتنظيف الغرفة، ولذلك ستذهب لكرسي الهدوء. مو لازم انتظر ان اعيد له الكلام 10 مرات وبعدين انت ما تسمع الكلام وانت سيء وانت تعبتني وانت جننتني. ما احتاج اني اوصل لهذه النقطة. اعطيه 3 مرات، 3 محاولات، الاولى والتانية الثالثة راح تجلس على الكرسي. اذا تجلس على الكرسي انتهى، لا تصل الى لحظة الانفجار عشان لا يصير انتقام. طيب، الحرية بحدود. بعض الآباء يتجنب استخدام الكرسي لأنهم يستخدمون الديمقراطية والحرية مع الأولاد. بصراحة ما أدري قد إيش في آباء يستخدمون حرية وديمقراطية في مجتمعنا السعودي كأرقام يعني، لكن يجي بعض الأمهات
أو يجوني في العيادة من يعني من من تجربة شخصية وهي غير يعني ما 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 أعمم بها، لكن تجد الأبناء يسووا على كيفهم مرة كده حرية وديمقراطية، وتيبا يعجبك ده ولا ما يعجبك ده وكده، يعني يمر علي أحيانا في العيادة زي كده، بس ما أقدر أجزم إنه هذا طاغي يعني أو أحدد رقم. لكن إذا أعطيت ابنك حرية ما يمنع، لكن بحدود مو دائما ديمقراطية، مع إنه الديمقراطية تكلمنا في القواعد الأولى ما تنفع مع في التربية، الديمقراطية هذه اللي كده كل واحد سوي على كيفه ما تنفع، صير دكتاتور بس يعني بحدود، استخدم السلطوية بمسؤولية لما نتكلمنا في أول جلسة. طيب، وبعدين لابد من التفريق بين الأب الاستبدادي اللي يبغى طاعة تامة ويحطم ويهين ويضرب وما يعلم ولا يوجه ولا شيء، بس يبغى الأولاد لوحدهم يسووا كل شيء، وفي أب على النقيض من ذلك ما يعلم بس يباهم يسووا كل شيء وهو كده تارك لهم الحبل على الغارب، هذا يضرب ويعنف ويهزئ طول الوقت، والثاني لا تاركهم كده يعني ما يتابع ما يوجه ما يدقق، فكلاهما طرفي نقيض، المطلوب الاعتدال. طيب، مارس الديمقراطية داخل الحد المسبوح ولا تؤذي الآخرين، لا تدمر الممتلكات، مع ذلك لأنك أنت لما تسوي سلوك لازم تتحمل، لازم تتحمل تبعات سلوكك. طيب، إذا وإذا فقط جاء بعض الأسئلة تقول لي هل التهديد إيش كان السؤال، كيف أهدد طفلي ولا إيش؟ هل التهديد بدون فعل له سلبيات؟ هل التهديد بدون فعل له سلبيات؟ هذا سؤال من ردات الفعل اللي جاتنا، بس أنا ماني فاهم التهديد بدون فعل إيش معناه، لكن إذا فهمته بشكل صحيح فهو إني أهدد ابني إني مثلاً إذا سويت كذا راح أسوي لك كذا، ثم يسوي وبعدين ما تسوي له. طيب، إذا التهديد بدون الاستمرار على تنفيذ التهديد له سلبيات، الجواب نعم. وهذه قاعدة إذا وإذا فقط أخذناها قبل كده، صح؟ إذا حذرت من سلوك معين أو حذرت من عقاب معين بسبب هذا السلوك ثم الطفل ارتكب السلوك، لابد أنك تمشي في تحذيرك، لا تترك. لا، إذا لا تحذر من البداية، إذا كنت تبي ترحمي من البداية وتقنعي لا تحذري، إذا حذرتي لازم تمشي بالتحذير اللي حطيتي، يعني إذا سويت الأمر الفلاني 3 مرات حتجلس على الكرسي، هذه المرة الأولى، هذه المرة الثانية، هذه المرة الثالثة تفضل على الكرسي، لا والله أرحمه خلاص أسمح لك مرة زيادة، هو إيش هيتعلم؟ تنكسر قوانين الأم وينكسر الهرم وما في احترام ولا في التزام ولا في تحمل للعقبات والمسؤوليات، عواقبها كثير جدا كثير جدا. طيب، وبعض الأمهات تستخدم عبارات مثل شكلك تبي تروح تجلس على الكرسي، تبي تروح تجلس على الكرسي، أنا أجلسك على الكرسي، والله لا تجلس على الكرسي، لا ما راح تجلس على ليه كده ما أنا قاعد أقراها مخي كده صار ملخبط، ما you don't need to ما يحتاج إنك تستخدمي هذه العبارات، الشرط واضح، العقاب واضح. طيب، طيب تكلمنا عن هذا، تجنب أي تواصل مع الطفل وقت الجلوس على الكرسي، وهذا اللي كانت أستاذ إسراء تتكلم عنه، إنه لما نجلس على الكرسي تجاهل تام، خلاص جلس على الكرسي انتهى إلى ما ينتهي الوقت، أما إني كل مرة أروح وكم باقي على الوقت ولسه دقيقتين أو ما في دقيقتين ما أتكلم معاه انتهى الوقت، ديك الساعة تطلع بعدين يصير الحديث. إذا قال يبغى الحمام ويبغى موية أثناء جلوسه على الكرسي هذا هروب من الكرسي. هي 5 دقائق ما أعتقد إنها حتعيقه يعني إنه يجلس بدون ما يروح الحمام، لكن لو فعلًا كان بيروح الحمام للحمام فلازم يروح، يعني هو مو سجن، هو ما هو سجن، لكن لا يتعلم إنه كل مرة يجي الكرسي يروح الحمام عشان أهرب من الكرسي، وممكن يختبر. نعم، فمدى صرامتك أو مدى التزامك بالأمر هو يرسل رسالة للطفل واضحة جدا إنه ما في ملاذ وما في مهرب،
طالما إنه شرحنا ووضحنا إذا لابد إننا نمشي على الكلام اللي اتفقنا عليه عشان لا أخرب المقصد من استخدام هذه التقنية. طيب الحيوانات الأليفة في المنزل إذا كانت تروح لمكان الكرسي لابد إنه يصير الكرسي في مكان بعيد شوي عشان لا يقعد يتلهي معاها ويلعب معاها. طيب تجنب التقييد الجسدي، ما هو سجن إني أربطه على الكرسي وما يتحرك ولا أربط رجلينه من تحت، ما هو تقييد جسدي. طيب أنا ممكن لو حطيت ساعة فيها كده فقاعات وكده تخلص قدامه بحيث إنه ينتبه على الوقت إنه يخلص 3 دقائق هو راح يجلس وهيتقيد لا جسديا. استخدام أي وسيلة من وسائل العنف الجسدي قد يكون تأثيرها مؤقتا وغالبا ما تعلم الطفل العنف كوسيلة ولذلك كان استخدام تقنية الحرمان مع استخدام الهدوء أفضل وسيلة. يكون ذلك بتخيير الطفل، إما الجلوس بهدوء في الكرسي وإما ستحرم من امتيازات كانت عندك. اختار، بتجلس 5 دقائق خلاص، أو ما راح تلعب بالدراجة اليوم في العصر، أو ما راح تتفرج تلفزيون في الوقت اللي هو المفروض إن يتفرج فيه تلفزيون، تجلس الآن ولا كذا. طيب هذا الأسلوب يعلم الطفل إعادة التفكير في العواقب ومن ثم حل المشكلات. رفض الخروج من استراحة الهدوء، تتوقع هذا يصير؟ إنه انتهى الوقت أطلع ما بطلع. ها؟ ممكن كعناد أو ما يصير أو ينام أو ينام. أوكي. معناه المكان اللي راح له مريح جدا إذا نام. شكله جالس على كنبة ما. لازم هو حرفيا يكون كرسي. لا. أي مكان صعب. إيه. طيب حتى لو يصير واقف يعني. ما. طيب يعني مثلا إذا صار في عقبات على الأشياء اللي سوى، مثلا كسر كاسة، شيل ما يبي يشيل. شيل يجمع القزاز المتناثر وراح جلس في الكرسي، يلا اطلع ما بطلع لانه يعرف اذا طلع راح يؤمر بانه يشيل لا اطلع ولم ما ابغى ارجع ثاني 5 دقائق ثانيه، وحتعرف انك لما تخرج لابد انك تلم هذه، حتستناك لين ما تخلص وترجع تلم القزاز المتناثر. طيب فهو لما ما يبي يخرج عشان يبي يتجنب انه يسوي الامر، فلذلك إذا كان سبب الذهاب للكرسي لأنه ضرب أخته ورفض الخروج لا هنا هذه الأولى إنه يتجنب الأمر. لكن إذا طلع وطلبنا منه مثلا يعتذر ما في أمر يتابع عليه، لكن إذا اعتذر لخبطتكم صح؟ أنا أتلخبط أعيد. إذا كسر شيء لازم يلوم، هذه انتهينا، ما يبي يطلع لازم يطلع عشان يلوم. طيب ضرب أخته واخته نسيت الموضوع فما في شيء يتابع عليه، لازم يعتذر صح؟ طيب اذا ما يبي يطلع عشان ما يبي يعتذر، او لنقول انه السبب اللي دخل عليه ما له تبعات، ما في شيء يتابع عليه، خلاص مثلا ارتكب خطا معين بسبب هذا الخطا اروح اجلس في الكرسي، طلع من الكرسي خلاص ما في تبعات، ايش نسوي الان؟ او رفض اخرج من الكرسي وما في تبعات بعد هذا الامر، نقول له خلاص اجلس وقت ما تشوف نفسك جاهز للخروج تفضل اطلع. اذا صار ما في تبعات على خروجه لكنه جالس ما يبي يطلع، لساعه زعلان لساعه مستاء من اللي حصل، خلاص اوكي فكر انت تقدر تطلع الان انتهى الوقت، لكن انت بتجلس شويه ما مشكله. طيب لا توجد غرفه كمكان للاستراحه او لا يوجد مكان، في حاله عدم وجود غرفه يمكن استخدامها ورفض الطفل الجلوس على الكرسي فيمكن استخدام تقنية الحرمان، تكلمنا عن هذا الأمر. ثم إذا قام من الكرسي فكن على استعداد لتنفيذ الأمر، إذا هددت لابد تنفذ الأمر. صراعات أخرى، بعض الآباء لا يسامح الطفل بعد انتهاء مدة الجلوس أو بعد خروجه من غرفة الاستراحة ويمكث غالبا أو ساخطا ولا يكلم الطفل طوال اليوم، إيش رأيكم في هذا الأمر؟ تعنيف، نكلم لجنة الحماية. يعني تعنيف نفسي على الطفل صح؟ الوالدين ما يتكلموا معه بعد العقاب
هذا عقاب تاني، وعقاب تاني بدون سلوك ارتكبه. إذا نحن حددنا الجلوس في الكرسي كعقاب فخلاص ليش تعاقبه مرة تانية؟ وعقاب بزيادة ليش؟ عشان تنتقم، عشان ترضي غرورك، عشان وبعدين شوف المبالغة، ما يكلم ويجلس غاضب طوال اليوم والطفل مسكين. طيب فهذا الأمر لا يخدم التربية الجيدة. طب لو كان عمر كبير شوي، لو كان عمر كبير شوي ايش رايكم؟ حسب امر عن جد مرات صعب يعني، انت عن جد التجاوز مش سهل يعني. ايوه التجاوز مش سهل، زي اللي كسرت التلفزيون، اللي كسرت التلفزيون صعب اننا نتجاوز عنها صح؟ شاشه كيو ال دي كيوليد 18000 ريال ها، وهذه جت كسرتها وبعدين 6 دقائق على الكرسي ها. صعب ها؟ طيب إيش نسوي في هذه الحالة؟ إيش نسوي في هذه الحالة؟ إذا أنا حالتي كوالد أيوة تأثرت بسلوك الطفل النفسية أيوة ممكن أرجع وأشرح له أقول معليش تصرفك كان مثلاً قوي جداً أو محتاج، أنا مثلاً والدتك أحتاج ربع ساعة أجلس في غرفتي بعد ربع ساعة أنا أسمح لك تدخل علي يعني أعطي وقت بريك لي أنا. أعطي نفسي بريك كويس. اولا لازم اوضح للطفل انه الشيء اللي صار شيء كبير جدا، يعني انا حطيت هنا فازه بس ما كان في بالي المثال حقك، كان حطيت تلفزيون كيوليد. بعض الفازات، بعض الفازات تصير اسعارها يعني بالالوف ها، 10 12 20 كذا، اشياء كبيره جدا، ويجي هذا كسرها الطفل. اوكي خاخرج سوي التبعات، نظف شيل غسل المكان اللي كبيت عليه العصير مثلا كذا، هذه لازم يتحملها. بعدين انا ترى لسه زعلانه او انا لسه زعلان واحتاج وقت عشان انا اهدى. طيب بعدين نتفاهم نشوف كيف نصلح الغلط هذا، الان هذا العقاب مقابل السلوك لكن الخطا ما زال قائم، فكيف نصلح الغلط؟ اعطي نفسي فرصه اني افكر، وممكن اجمعها من مصروفه اليومي. ولن تجمع من مصروف اليومي شاشة كيوليد 16000 ريال، هذا يبي لازم يشتغل 40 سنة ولا 48 سنة على قول الأخ. لكن تحميل المسؤولية على الفعل اللي سواه لازم يحس بهذا. طيب ايش اللي حصل؟ يعني انك انت ارتكبتي خطأ ما وبعدين أهلك أجبروك على تحمل العقبات؟ خلاص تكلمنا بالموضوع وكذا مثلا طول أبوي ما سامحني، طول أبوي ما سامحني، معليش أنا ما حتكلم معك اليوم، ماني قادر أتكلم معك. أوكي وأحتاج اليوم أوكي ما راح أتكلم معك خلاص وخلي عني. أوكي بس كنت كبيرة وتفهمين حجم الخطأ اللي سويته. بس ضايقت يعني ما نعم نعم وما سويت هذا كرسي العقاب عند الكبار. يعني مؤلم كان له يشرب شاي المغرب نجلس ونسولف وطلع جريدة وكذا. لا فأنت صرت محرومة من هذا الأمر ذاك الوقت ولا تسولف معي ولا أي شيء. أي طيب ممتاز، بس إنك ما راح ما عدت لهذا الأمر مرة أخرى. الأطفال وضعهم مختلف تماما، يعني أنا أنت تتكلم عن سن مراهقة في المتوسط، بينما طفل عمره 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات ما أعتقد إنه فكره راح يوصل لهذا المستوى، فحرمانه طوال اليوم لا. أنت تحتاجي كأم أو كأب تحتاجي إنك تضبط مشاعرك الشخصية عشان لا يصير تشفي لما تتعامل معه، فأنت تقول له أنا أحتاج وقت، إني أحتاج مثلا أحتاج ساعة، فما راح أتكلم معك إلا الساعة بعد ساعة من الآن عشان نشوف كيف نحل المشكلة هذه، ولازم نفكر في حل لها. طيب بعد ساعة أتفهم معه على الحل. إدارة الغضب. إدارة الغضب. نعم. واستراحة هدوء لي أنا. ممتاز. تفضلي. أنا وزوجي عشان ما يصير في ردات فعل قوية تجاه الأطفال أو سلوكياتهم. أيوة.
كويس كويس، نحن حنيجي لهذا الكلام. حمل الطفل المسؤولية. توقع الإصرار. من الصعوبة أن ترى سلوكيات طفلك، رح نجي لنقطتك في واحدة من قواعد أخرى، دخلنا في مكان آخر، قواعد أخرى. حملنا الطفل المسؤولية، نتوقع الإصرار، من الصعوبة أن ترى سلوكيات طفلك السلبية دون أن تشعر بالتوتر والقلق والغضب والاكتئاب والرغبة في الرد، هذا شيء طبيعي، أنت في الأخير بشر، ولسان حالك يجب أن يتوقف هذا. هل أنا فشلت في تربية طفلي؟ هل أنا أم فاشلة؟ هل أنا أب فاشل؟ إلى آخره. استمرار السلوك السلبي من الطفل متوقع، إعادة الوقوع في الخطأ أيضا متوقع وهذا شيء طبيعي. توقفك عن استمرار استعمال الكرسي قد يفيد مؤقتا، ولكن يعلم الطفل أنه إذا صرخ وزعق وغضب راح يحصل على ما يريد، فلا تجعل هذا هو السبب اللي يخليك تتوقف عن استخدام هذه التقنية. تكلمنا عن أنه حيرفض في البداية وراح يضغط لأبعد حد عشان يتجنب هذا الأمر، لكن تصير مصر في هذا الأمر وممكن تتجاهله في حال أنه قاعد يصرخ ويزعق. استراحة الهدوء في الأماكن العامة، خلينا نشوف شي اللي بعده. التعاون بين الوالدين، عندما يقوم أحد الوالدين بوضع الطفل في الكرسي وتؤدي تصرفات الوالد الآخر إلى إفساد هذا الأمر، يعني الأم اتفقت وحطت الكرسي وجلس، جاء الأب راح يلعب مع الطفل وهو جالس هناك، فقد الكرسي قيمته وفقد أهميته. لما يصير أحد وهذا مغزى سؤالك، إني أنا لما تشوفني قاعد أبالغ في ردة الفعل أنت خذ الدور عني، لأنك أنت ما أنت واقع بشكل مباشر في الموقف، تنظر له من زاوية بعيدة فبتشوف أشياء أنا ما راح أشوفها وأنا في وسط الموقف، فنتفق أنا وإنت إنه تسحبني بشكل ما وإنت تأخذ الدور في إيقاع القرار المناسب. هذه ممكن تصير بين الوالدين، لكن ما يخرب واحد على الثاني. إذا ما صار في هذا الاتفاق راح يتخرب التقنية كلها، راح يصير ما لها قيمة، لأنه الطفل يعرف استخدم مصلحته بينكم الاثنين. طيب، ولا بد من أن يتفق الوالدين على عدم التدخل عندما يقوم أحد الأطراف باستخدام هذه التقنية. خلاص هو جالس انتهى، اتركوا إليه يخلص. بعدما تهدأ الأمور يناقش الوالدين الأمر فيما بعد بينهم والاتفاق على كيفية استخدام هذه التقنية. أي السلوكيات التي يجب أن يستخدمها مع الكرسي؟ من الذي سيقوم بتنفيذ هذه التقنية؟ ما هو الدعم المطلوب من الطرف الآخر؟ الطرف الآخر لابد أن يدعم القرار. كيف يتفهم الطرفان أو يتفاهم على تبادل المراكز في حال فقد أحدهما التحكم في أعصابه؟ وإنت اللي ذكرتي هذا صميم الأمر، لأنه أحياناً نفقد أعصابنا مع أطفالنا، فالطرف الثاني لابد أن يكون له دور، دخل يهدي الأمر ويوجه الموضوع بشكل مختلف. طيب، اتفاق أفراد العائلة على نفس الأهداف ونفس التقنيات المستخدمة يقلل من فرص التلاعب بين الأطفال للحصول على بغيتهم، ويتعلم الطفل العمل الجماعي لأنه شايف بابا قاعد يتعاون مع ماما وماما قاعد تتعاون مع بابا، ففي عمل جماعي هنا، بكرة أنا أتعاون مع أختي وأختي تتعاون معايا. طيب، لا يوجد حل سحري. كثير من الآباء وبعض رواد التربية لا يؤمن بكرسي الهدوء كحل، وأنا استمعت لبعضهم وكان منهم دكتور مصطفى، وربط كرسي الهدوء بالكرامة، وكذلك الدكتورة سارة العبد الكريم أعتقد اسمها، دكتور مصطفى أبو السعد يجي ده مشهور معروف، دكتورة سارة، يرفضون هذا الكرسي تماما. أنا عجزت أفهم بشكل مفصل أو بشكل واقعي ليش الرفض التام وكيف ربط استخدام الكرسي بالكرامة، وكأني أنا قاعد أهين الطفل لما أقول له روح اقعد على الكرسي. يعني هذه التقنيات لو استخدمتها بهذا الشكل هل فيها إهانة للطفل؟ هل شعرتم بهذا؟ يعني لا، حسب طريقة التنفيذ. أنا ما قاعد أهين ولدي، أنا قاعد أربيه وأعلمه تحمل مسؤولياته. نعم نعم، لذلك هي تستخدم في في في
يعني في أعمار صغيرة وبطريقة بهذه الطريقة اللي تكلمنا عنها بالتفاصيل. وبعدين إذا كبر أهو موقف واحد فقط ذكرته الأخت، ما عاد رجعت سوت الخطأ هذا لما أبوها استخدم معها نفس هذا بس بتجاهل بشكل مختلف بما يناسب عمرها، تتطور حسب العمر. نعم، لذلك أنا بصراحة ماني قادر أفهم الأمر إلى الآن، ما حصل إني التقيت في أحدهم، لكن مرت عليهم حالات. إذن هناك خطأ في تطبيق الوالدين لهذه التقنية، هذا اللي أنا أجزم به، وهذا اللي أنا أشوفه يوميا في العيادة. لذلك أنا لما أنصح أم بأي تقنية من التقنيات تجيني ما نفعت أقول لها إيش سويتي، أو أب أجلس معهم أخذ تفاصيل، صار الموقف كده الساعة الفلانية، بعدين الساعة سوينا كده، بعدين سوينا كده، بعدين سوينا كده، بعدين سوينا كده. هنا في خطأ وهنا في خطأ وهنا في خطأ، والمفروض إنه يصير بهذه الطريقة وهذه الطريقة وهذه الطريقة. الآن جرب مرة تانية، هنا نصل إلى تجارب ناجحة. تأمل ممكن تفكير، يمكن التأمل شوية صغير أو كبير على طفل، لكن التفكير هو ما راح يفكر بشكل ترى عميق زي ما نحن ككبار نفكر في الموضوع، لكن على الأقل جلوسه في فترة هدوء، إعادة تعيد توازنه، وهذا المطلوب. لما يعيد التوازن راح يفكر بشكل مختلف. تفضل. أيوة أيوة. قدام واحد غريب بالبيت جاي عنا ضيف مثلاً طبخ قدام الغريب. ممكن يعني شغلة كرام. شغلة تانية هم سمعتهم شو بيحكوا، هم بيخذوها من منظور إنه هل أنت إذا عملت غلط بحب حد يجي يحكي لك أقعد على الكرسي؟ نعم. إذا أنا راح أعيد كلامك. إذا سويناها أحد تاني طبقها، مدرس في المدرسة أمام الأطفال أو في مكان عام، راح يشعر الطفل إنه كرامته انجرحت. وهل أنا كأب إذا سويت خطأ أرضى إنه أحد يقول لي أقعد على كرسي؟ هل هذا يرتبط بالكرامة؟ ما أعتقد إنه في ربط بين الحالتين، لأنه أول شيء العمر يفرق، الوضع يفرق، الشكل يفرق. وبعدين أنا في شريحة شجحتها، وهي استراحة الهدوء في الأماكن العامة. في مدارس تطبق هذه التقنية، شفناها بعيننا وكانت ناجحة. هم ما يقولوا له أنت معاقب روح أجلس في الكرسي، المعلمة ما كانت تقول هذا الكلام، كانت تقول كلام مختلف. يبدو لي يا فلان أو يا فلانة إنك متوترة، إنك غضبانة، تحتاجي إنك تعيدي تنظيم مشاعرك، أجلس شوية في مكان الهدوء عشان تهدي. ونفس الركن هذا للجميع، هذه واحدة اليوم قالت لي ده، بكرة الثاني والثالث والرابع، فكلهم صاروا يعرفوا إني أنا لما أكون مشاعري غير مستقرة لازم أروح هناك عشان أهدى. أحياناً الطفل يطلب من المعلمة إنه يروح يجلس في هذاك المكان عشان يهدى وعشان يعيد استقراره. ناهيك إنه هذول الأطفال أول ما يجوا الصباح يدخلوا المدرسة أو الروضة أو اللي يكون، يقولوا لهم كيف مشاعرك اليوم؟ يقول والله أنا فاكرين ما أعرف الناس اللي دخلوا انترناشونال سكول يقولهم أنت في أي، شلونك اليوم؟ شلونك؟ خليني أحطها شلونك؟ والله أنا في اللون الأصفر، ولا في اللون الأحمر، ولا في اللون الأزرق، ولا في اللون الأخضر. اللون الأخضر معناه أنا مبسوط وأموري طيبة، اللون الأزرق معناه أنا تعبان مريض، اللون الأحمر أنا غضبان طلع من البيت هو معصب وجاي المدرسة هو معصب، واللون الأصفر لما يكون مكتئب حزين كده، أو إنه عنده شوية تحكم على أعصابه بس ما هو مرتاح. فأنا كمعلم من بدري أعرف إنه أحمد اليوم في المنطقة الحمراء، وسمير في المنطقة الزرقاء، وحنان في المنطقة الخضراء وكذا. ثم لما نبدأ تطلع منهم سلوكيات، أقول له أنت أصلاً جاي من الصباح في المنطقة الحمراء فتحتاج وقت إنك تهدى، روح أهدى هناك. طيب، فبالتالي المكان يصير يعني أنا قاعد أعلم حتى الطفل تقنية التحكم في النفس، فهم المشاعر، يفهم مشاعره هو بنفسه. وهذه شفناها، يعني شفناها مو في السعودية، شفناها في أماكن أخرى يعني. لكن مهم جداً إننا حتى المعلمين تنتشر عندهم هذه الثقافة، يبدأوا بتطبيقها عشان يساعدوا الطفل على فهم مشاعره. مو بس تشكوا، تصل على الأب ولدك فعل وترك،
اتصل على الاب، ولدك سوى وما ادري ايش، ولدك عنيد، ولدك معصب. طيب اوكي، وانا اعرف انه ولدي معصب، ايش الجديد؟ ساعدوني في حل المشكله. الأسوأ من هذا، حتى في بعض دور مثلا الرعايه النهاريه اللي فيها ابناء يعني اوضاعهم شويه صعبه، يقول الاب اتصلوا علي ويقولوا لي انه ولدك معصب اليوم. طيب ايش دوركم الان؟ ايش دوركم؟ انا جايب رعايه نهاريه، يعني الابن عنده أصلا مثلا نقص في القدرات العقلية، عنده كذا، عنده بعض الـ 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 المشاكل التي تعيقه عن فهم الآخرين، تعيقه عن تعبير عن نفسه بشكل جيد. أنا جبت لكم عشان تساعدوني كيف يعبر عن نفسه، تعلموه، مو عشان ترجعوا تردوا الشكوى علي. فصار كل شيء على الأب، والأب مسكين أو الأم، ما طب إيش نسوي؟ فتعليم مثل هذه السياسات في المدارس وفي المراكز وفي العائلة يصير في تعميم للمهارة في كل مكان، فبالتالي الطفل ما راح يشعر إنه غريب عن الآخرين، ما راح يشعر بالإهانة وإنه كرامته اندعس عليها وإنه هو منبوذ في المجتمع، لا، بل هذه الأشياء عشان تساعده إنه يصير منضبط. طيب، فهذا هنا فحوى استخدامها في الأماكن العامة، وأنا ما أقدر استخدمها في الأماكن العامة. مثلاً في السوق أبا أحط ولدي في استراحة هدوء وأنا ما ضبطتها في البيت. إذا ضبطتها في البيت أقدر أقول له ترى شوف، إذا ما ضبطت الآن إذا رجعنا البيت حتروح في استراحة الهدوء، وهو يعرف إيش معنى استراحة الهدوء في البيت أو كرسي الهدوء في البيت، فراح ينضبط. انتهينا. طيب أنا قاعد أرجع لورا ولا قاعد أروح؟ باقي لنا 5 minutes. هذا آخر سلايد. كن مفعما بالحب والتشجيع والدعم. طيب، كما أنك واضح تجاه السلوكيات السلبية وعقباتها وعواقبها، كن واضحا كذلك تجاه السلوكيات الإيجابية. شجعها، امتدحها، ادعمها، كافئ عليها، ارعيها سمعك وبصرك وفؤادك، واعطيها حبك. كرسي الهدوء ليس الوسيلة الوحيدة في التربية وتعديل السلوك، ولذا لا بد من تفعيل كل الوسائل الأخرى، وإذا لم تكن مضطرا لاستخدامه فلا تستخدمه أصلا. قد يفيد التركيز على السلوكيات الإيجابية فوائد تفوق بكثير التركيز على السلوكيات السلبية، ويكفي أنها تضفي جوا من الإيجابية والهدوء والاسترخاء والتناغم في المنزل. لذلك أنا ما ينفع أقول لطفلي لا تسوي كده إذا ما أعطيت السلوك البديل، أو عشان أكمل الباقة ما يصير ناقصها شيء أعطيه سلوك بديل، أقترح عليه سلوكيات بديلة. قدرة الوالدين على تمثيل القدوة الحسنة في التواصل والتفاعل وحل المشكلات والحوار والتعامل بإيجابية والتركيز على الحسنات وتطوير المهارات والكلام الجميل والألفاظ الحسنة والتعاطف مع الغير، نبذ العنف والتحقير، كل ذلك يكفي لتكوين مهارات فردية واجتماعية وعاطفية لدى الطفل. ولهذا لا يمنع من استراحة قصيرة يكون للعقاب فيها مكان، وهذا لا يمنع من استراحة قصيرة يكون للعقاب فيها مكان، لتعطي الأمور نصابها الصحيح وتسير في مسارها، ثم نعود كما كنا. بعد ما تخلص منه شجع قبله وشجع بعده. انتهينا، ننتهي، الأمور طيبة. استراحة قصيرة للوالدين أتكلمنا عنها، ما وراء ذلك يجب التعامل بحذر مع بعض الأطفال الذين لديهم سلوك عناد ومجادلة واضطراب التواصل واضطراب المسلك. هذه كلها تشخيصات، ها؟ المقصود من ذلك أن لا يتعدى الأمر بعد العقاب إلى الكراهية والعداوة وحمل الأحقاد في النفوس. تعامل معهم بنفس المهارات المطلوبة في كل مرة، شجع سلوكياتهم الحسنة وعلمهم كيفية حل المشكلات دون خلق مشكلات أخرى أكبر وأعظم. كن صبورا مع نفسك ومع أطفالك. شكرا لحضوركم واستماعكم.